وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة ببلادنا. كلمة، تفضل السيد الرئيس. سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين. سيد رئيس الحكومة، لا زالت بلادنا تفتقر إلى سياسة أفقية عامة وشاملة في مجال الإعاقة على كل مستويات القطاعات الحكومية لإزالة العوائق أمام الأشخاص في وضعية إعاقة في أفق إدماجهم اجتماعياً ومهنياً. ولا زالت شريعتنا وللأسف متقادمة تنهل من طابع الرعاء والإحسان ولا تأخذ طابعاً حقوقياً ملزماً للدولة. وإلى حين المصادقة على مشروع قانون إطار خاص بالإعاقة، وفي انتظار ذلك، إلى متى ستستمر الأسر المغربية تواجه في صمت ومعاناة بعض الإعاقات الحادة والمكلفة في نفس الوقت دون أن تحظى بأي دعم من طرف الحكومة؟ نسائلكم أيضاً سيد رئيس الحكومة، هل من آفاق جديدة بعد مصادقة المغرب على الاتفاقيات الأممية بخصوص الإنسان في وضعية إعاقة والبروتوكول الملحق بها؟ شكراً سيد رئيس. شكراً سيد النائب سيد رئيس. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للإجابة عن السؤال في حدود 19 دقيقة و40 ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، أود في البداية أن أشكر فرق المعارضة على طرح موضوع وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يهم شريحة واسعة من المغاربة، ليس فقط ممن هم في هذه الوضعية بل وكذلك عائلاتهم والمتكفلين بهم والجمعيات المعتنية بهم. واسمحوا لي أن أؤكد لكم بأن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقة ومسألة إدماجهم في المجتمع والولوج إلى الخدمات الأساسية والتي كثيرا ما تسلط عليها الأضواء تخفي معاناة صامتة لعائلاتهم التي تتكفل بهم وتتحمل لأجل ذلك أعباء مادية ثقيلة ومكلفة تضاف إلى معاناتهم النفسية. لذلك فإن جهود التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن توازيها خطط وإجراءات نوعية لمساعدة عائلاتهم والمتكفلين بهم من أشخاص وجمعيات. ما عمرنا غادي نتخلاو على العائلات ديالنا، ولا العائلات ديالنا غيتخلاو على المعاقين ديالنا، ولا المحسنين غيتخلاو عليهم، ولأن الدولة خاصها حتى هي تقوم بدور مقدار في هذا. وكما تعلمون فإن موضوع النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يكتسي صيغة أفقية لارتباطه بتدخل مجموعة من الفاعلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وسأستعرض فيما يلي الخطوط العريضة للسياسة الحكومية في مجال النهوض بهذه الفئة من المجتمع وكذا بعض الإجراءات المتخذة في هذا الإطار. لقد عرفت وضعية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة ونوعية بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لهؤلاء الأشخاص والجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتطوير سبل اندماجهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتفعيلا لمقتضيات الدستور ولا سيما الفصل 34 منه الذي ألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. تروم السياسة الحكومية في هذا المجال ما يلي: أولاً، وضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. راه مازال عندنا مشكل حتى في التعريف ديال شكون هو المعاق، لأن الإشكال لابد له من خلفية قانونية. ثانياً، معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين ووقايتهم. ثالثاً، إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية
أو حسية حركية حين يكون ذلك ممكنا. مع الأسف في بعض الأحيان كان الناس غيبقوا معاقين طيلة حياته إلا إذا جاءت معجزة من عند الله، أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات. رابعا، تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. سيد رئيس، في إطار أجراءات هذه السياسة قامت الحكومة بتنفيذ العديد من التدابير، من بينها ما يلي: إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو في طور المصادقة بالبرلمان. ويحدد هذا القانون الإطار الأهداف والتوجهات والمبادئ التي ستؤطر عمل الدولة والفاعلين في هذا المجال، ويهدف بالأساس إلى ما يلي: تأهيل وملائمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي صدقت عليها بلادنا. طبعا لم نعد وحدنا، اليوم العالم ينظر إلينا من خلال ما نفعل، وخصوصا كذلك في كيف نتعامل مع المعاقل. تحقيق الالتقائية في السياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة انطلاقا من مرجعية قانونية موحدة، لأن الشخص ذو الاحتياجات الخاصة معني بالتعليم، معني بالصحة، معني واحد العدد ديال الأمور. تفعيل التعاقد بين المؤسسات لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة لتعدد وتنوع المتدخلين بهدف توسيع وعاء الخدمات المقدمة لهم. إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بهدف تحيين المعطيات الإحصائية حول وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، والتي ستشكل أرضية لكل تخطيط مستقبلي للنهوض بحقوق هذه الفئة. بزاف ديال الناس كيقولوا 3 ملايين، 2 ملايين ونص، 2 ونص إلى آخره. الانتهاء من إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي سياسة أعدت وفق مسار تشاوري وتنسيقي، وشكلت التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها مادة أساسية لصياغة مشروع هذه السياسة العمومية المندمجة التي سيتم عرضها قريبا على أنظار اللجنة الوزارية المختصة. إحداث لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. تنفيذ برنامج العمل حول الولوجيات الذي يهم تنفيذ إحدى الحقوق الأساسية، ويتضمن مشاريع تهم تطوير الإطار التنظيمي للولوجيات وتوحيد المعايير المعمول بها، وكذا تقوية قدرات الفاعلين المتدخلين في الميدان. كما يتضمن هذا البرنامج إعداد مجموعة من الدراسات بمدن الدار البيضاء والرباط ووجدة وطنجة لتطوير الولوجيات بها، وقد تم اختيار مراكش لتشكل مدينة نموذجية في هذا الشأن، حيث سيمكن هذا البرنامج من تجهيز أهم فضاءاتها ومرافقها العمومية بالولوجيات الضرورية للأشخاص في وضعية إعاقة. بطبيعة الحال الولوجيات كنعني بها داك التسهيلات اللي كنعملوها للأشخاص المعاقين باش يدخلوا لواحد القاعة، ولا يطلعوا للقطار، ولا يطلعوا للطوبيس، ولا يمشيوا في الماء. إحداث 16 وحدة لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2013، وذلك بهدف تقريب مجموعة من الخدمات الأساسية والضرورية لهذه الفئة من المواطنين، بما فيها توزيع المعينات والأجهزة التعويضية بجميع جهات المملكة بعد أن كانت ممركزة. وقد تم الشروع هذه السنة في تعميمها على كل الأقاليم كبنيات للقرب والشبابيك لاستقبال الأشخاص في وضعية إعاقة وتوجيههم ومواكبتهم وتمكينهم من خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي. تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في هذا المجال من خلال الرفع التدريجي من الدعم المالي، حيث انتقل مبلغ الدعم الذي صرف للجمعيات المشرفة على تندرس الأطفال في وضعية إعاقة مثلا من 11 مليون درهم سنة 2012 إلى 25 مليون درهم سنة 2015، ومن الآن أقول لكم أن هذا الرقم ما زال قليلا. استفادة الأرامل المعوزات الحاضنات لأطفالهن في وضعية إعاقة من دعم مالي دون شرط متابعة الدراسة وحد السن. إطلاق عملية تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي في شقه المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث خصص له هذه السنة 50 مليون درهم تهم اقتناء الأجهزة التعويضية وتحسين تندرس الأطفال في وضعية إعاقة وتشجيع الإدماج المهني والأنشطة المدرة للدخل والمساهمة في وضع وتسيير مراكز الاستقبال الخاصة بهذه الفئة. وفي مجال التعليم تم الاهتمام بتكييف البرامج والمناهج الدراسية وبرامج تكوين الأطر التربوية من مدرسات ومدرسين ومفتشين تربويين، وكذا تكييف فضاءات وتجهيزات عدد من المؤسسات التعليمية لتمكينها من استقبال هؤلاء التلاميذ في ظروف مناسبة. واللي ما عمرو مشى للمدرسة وشاف شنو هو اللي كيعاني الطفل المعاق من اللي كيبغي يقرأ ومن اللي كيبدا يكبر ومن اللي كياخذ الوزن غادي يفهمش. وقد فاق عدد الأقسام المدمجة لأطفال يعانون من إعاقة ذهنية أو سمعية أو بصرية 700 قسم في بداية الموسم الدراسي 2014-2015،
تحتضن 7000 طفلا، 37% منهم إناث، ينضاف إليهم 1000 تلاميذ من ذوي الإعاقة الحركية والذهنية الخفيفة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية. وتعمل الوزارة المعنية على توفير اللوجيات وتقديم خدمات تربوية خاصة بهم مع تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لهذه الفئة من الأطفال. هذا الشيء ديال الإعاقة راه صعيب وراه مكلف جدا، مكلف جدا. وبخصوص التعاون الدولي في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، تم خلال سنة 2014 توقيع برنامج للتعاون بين المغرب وفرنسا للفترة الممتدة بين 2014 و2016 فيما يخص دعم الجمعيات العاملة في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية. وعلى مستوى الخدمات الصحية، أعطى جلالة الملك حفظه الله في يونيو 2013 انطلاقة المخطط الوطني للتكفل بالأمراض النفسية والعقلية الذي أصبحت بفعله الصحة النفسية والعقلية أولوية ببلادنا. كما تم تدشين المستشفى الجهوي للأمراض العقلية والنفسية بوجدة 120 سريرا، وتشغيل المستشفى النهاري للأمراض العقلية والنفسية بمراكش، وتمت برمجة بناء مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بكل من أكادير وقلعة السرغنة والقنيطرة، وبرمجة إحداث مصالح جديدة مندمجة للصحة العقلية بطاقة إيوائية من 30 إلى 40 سريرا. كما لا يخفى، كانت واحد الوقت في المغرب ما كان الناس اللي عندهم بحال هاد الوليدات ما كيلقاوش الرعايه الا في مدينه ومدينتين في المغرب، برشيد والرباط والسلا، وظهر لي هذا الشيء اللي كان. كما تم ادراج ادويه لمعالجه الامراض النفسيه من الجيل الثاني والثالث في قائمه الادويه الاساسيه في مجال الصحه العقليه، بمعنى انهم يعوضون. ومن اجل وضع حد للانتهاكات الجسيمه التي يعاني منها الاشخاص المصابين بالامراض النفسيه نزلاء ضريح بويا عمر، تم إعداد مبادرة طبية وإنسانية أطلق عليها اسم كرامة، تهدف إلى التكفل والعلاج المجاني لكل هؤلاء المرضى النفسيين العقليين. وجندت الحكومة بهذا الخصوص إمكانيات مهمة تهم بالخصوص توسيع الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الطب النفسي وإحداث مصالح استشفائية مندمجة جديدة، وتوظيف 34 طبيب و122 ممرض متخصصين في الطب النفسي، وتخصيص غلاف مالي قدره 40 مليون درهم لاقتناء أدوية الطب النفسي، وتخصيص أكثر من 60 سيارة إسعاف لنقل المرضى من أماكن إقامة بنواحي الضريح إلى المستشفيات والمصالح الصحية الواقعة في الجهات والأقاليم التي ينحدرون منها. وفي الختام، لا بد من التأكيد على أن الحكومة ستبذل مجهودات إضافية ونوعية في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها بعد المصادقة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس الحكومة. أفتح الآن باب التعقيبات. فريق العدالة والتنمية في حدود دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، معالي رئيس الحكومة، سيدات والسادة أعضاء الحكومة المحترمين، سيدات والسادة النواب الأفاضل، لعل من تجليات تحضر الدول والمجتمعات هو تمثل التضامن بين الفئات وكذلك بين الجهات والاعتناء بالفئات الهشة وتأهيلها لإدماجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي. وقد أوردتم في التصريح الحكومي العديد من الالتزامات، وفيتم بالعديد منها التي تخص هذه الفئات الهشة. أما فيما يتعلق بالمعاقين فقد التزمتم بدعم الأسر وكذلك إصدار القانون الشامل ومندمج، بحيث تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة ومجلس المستشارين، وينتظر المصادقة عليه بمجلس النواب. كما أن توزيع الأجهزة تم توزيعها على الصعيد الوطني في الجهات للتخفيف على هذه الفئة، وكذلك تنظيم جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بواحد الدور كبير في هذا المجال. سيد رئيس الحكومة، كما أسلفتم بأن هناك مشكل في تعريف هذه الفئات،
التي تعاني من الإعاقة، ولكن نطرح عليكم سيد رئيس الحكومة سؤالا، واش التوحد كيطرح مشكل في التعريف هل هو معاق أو ليس معاق؟ واش إلا شدينا صحاب تريزومي 21 يطرحوا إشكال؟ واش اللي عندهم الإعاقة الذهنية ولا إعاقة جسدية لوكوموتور ولا المكفوفين؟ هذا واضحين بأنهم، ولهذا نطلبوا منكم سيد رئيس الحكومة أنكم قمتوا بواحد المجهود كبير، ولكن خاصكم بواحد المجهود إضافي فيما يتعلق بالتعليم، ذكرتوا التعليم ولكن أيضا الصحة، فهاد المعاناة اللي كتعانيها الأسر. شكرا سيد نائب، شكرا، انتهى الوقت. الكلمة للفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية في حدود دقيقتان وثلاثون ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس الحكومة، حضرات السيدات النائبات، السادة النواب. سيد رئيس الحكومة، 68% ديال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من 4 حتى 15 سنة غير متمدرسين. سيد رئيس الحكومة، 12% فقط من الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كيحظوا بالتغطية الصحية. سيد رئيس الحكومة، عندنا اليوم في المغرب في آخر إحصاء اللي عنده أكثر من 69 مليون و 530 ألف معاق. سيد رئيس الحكومة، اليوم أصبح المعاق والناس ذوي الاحتياجات الخاصة يلجؤون إلى الشوارع للتسول في غياب استراتيجية، في غياب سياسة واضحة للدعم. سيد رئيس الحكومة، اليوم واحد السيدة فوزية تعرضت للاغتصاب، واليوم وانتم تنتمون الى عالم الفيسبوك ما لقاتش الدوله اللي تدعمها، الناس في الفيسبوك كيجمعوا لها الفلوس باش يسكنوها لان ما عندهاش فين تسكن. هذه هي الحاله ديال الناس اللي كيعانيو من الاعاقه في بلادنا. بغيناكم وانتم بقالكم مع سنه على نهايه هذه الولايه انكم ديروا واحد المجهود اضافي، انه الناس ملي تكون تخاطبوهم من هذا المنصه يحسوا فعلا بلي هذه الحكومه جابت لهم شي تغيير، كاين شي حاجه ملموسه. سيد رئيس الحكومه، عندكم صندوق التماسك الاجتماعي فيه أكثر من 8 مليار درهم، وهذا صندوق التماسك الاجتماعي بغينا في الفريق الاستقلالي باش يمشي خصوصا لهاد الناس اللي كيعانيوا، وراه ماشي مليون و500 فقط، راه كل واحد عنده على الأقل 5 في الأسرة ديالو، بمعنى راه أكثر من 6 الملايين اللي كتعاني، وخا شخص معاق ولكن العائلة كلها كتعاني من الإعاقة ديال ذاك الشخص اللي موجود وذاك الفرد اللي موجود في العائلة. سيد رئيس الحكومة، بغيناكم تعلنوا اليوم المغاربة أنه بغينا الدعم 100% الرميد تمشي لكل إنسان معاق، يمشي له الدعم، التغطية الصحية، يستفد من البطاقة ديال الرميد بدون قيد أو شرط. سيد رئيس الحكومة، بغيناكم تعلنوا كذلك للدعم ديال كل الناس اللي كيحتاجوا الآليات للتحرك والآليات للحياة، الناس المعاقين، الكراسي اليوم كاين الكرسي اللي كيسوى 4 مليون، مين غادي يجيبوه؟ الناس كتشوفوا وانتم كتنقلوا في الشوارع كتشوفوا بأنه الناس كتطلب لأنها ما عندهاش كرسي فاش تحرك، لأن ما عندهاش عكاز علاش تتكأ. سيد رئيس الحكومة، بغينا اليوم وانتم تجيبون على هذه التعقيبات تطمئنوا لعائلات ديال المعاقين اللي كاين فعلا. شكرا سيد نائب، انتهى الوقت. الكلمة لفريق التقدم الديمقراطي في حدود 3 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، سعيد أن أساهم في مناقشة هذا المحور المخصص لوضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد بنينا مقاربتنا لهذا الموضوع على نتائج البحث الوطني حول الإعاقة المعلن عنها سنة 2006، والتي مكنتنا من الوقوف على الوضعية الصعبة التي تعيشها فئة الأشخاص المعاقين، وهي وضعية تتسم في مجملها بالإقصاء والهشاشة والفقر، ووجود حواجز تعوق مشاركتهم الكاملة وتحد من نجاعة تدخلات الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة. وقد تحقق منذ إذن الشيء الكثير، لا سيما على مستوى التشريع، على مستوى التشريعي، حيث تمت الموافقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، كما تم سن نصوص خاصة تروم تحقيق تكافؤ الفرص
والمساواة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو نفس المسار الذي عززه دستور 2011 من خلال الفصل 34 الذي ألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وألح على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، وهي الأحكام التي نعتز بها. واليوم وبعد هذا العمل التأسيسي الذي ظل مواكباً بمبادرات إجرائية مهمة، فإن المطلوب هو تجاوز هذه المرحلة من خلال الأجراء الفعلية والكاملة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم وتوفير شروط الإدماج والاندماج الاجتماعيين لفائدتهم، وهو ما ينصب عليه مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض به، وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة وندعو إلى التعجيب المصادقة عليه حتى تنصرف نتائجه مستقبلاً لهذه الفئة الاجتماعية التي نعتز بها. وفي المقابل فإننا نتأسف على تجميد مقترح قانون سبق لفريقنا أن تقدم به بتاريخ 9 يناير 2013 ويتعلق بالتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم طرحه على الأقل للنقاش، وندعو اليوم إلى استحضار أحكامه في المشروع الحكومي الذي سيناقش على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية. تلكم سيد الرئيس بعد أفكارنا بهذا الخصوص، والسلام عليكم. شكرا سيد النائب محترم. الكلمة لفريق الأصالة والمعاصرة في حدود 4 دقائق. شكرا سيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء والسيدات والسادة البرلمانيين. السيد رئيس الحكومة المحترم، الأجوبة اللي أعطيتنا إذا تصننتنا كأنكم في بداية الولاية. إحنا الولاية ديالكم قربت إن شاء الله تسالى، مازال عليها غير عام، كان كيخصنا الحصيلة. هادو متمنيات، هادو غير مشاريع. احنا في الحقيقة ما لمسناش شي حاجة سيد رئيس الحكومة. غادي نبدأ بالتمدرس اللي بديتي به سيد رئيس الحكومة. تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة كارثي. أنا يمكن لي مثلا عندي هنا واحد الاختبار. إذا دوزته غادي نجيب فيه 20/20. سيد رئيس الحكومة غادي يجيب فيه 0. علاش؟ لأن ما عارفش شنو كاين في الاختبار. هما هادو الاختبارات هما الدروس والمناهج والبرامج المكفوفين سيد رئيس الحكومة. كتعتمد على الألوان، على الأشكال، وهما ما عمرهم شافوا الضوء النهار. هذا هو المجهود اللي عملنا احنا لتمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة سيد رئيس الحكومة. الله يودي. فيما يخص واحد اللجنة المشتركة اللي ما بين وزير الصحة ووزير التعليم فيما يخص استقبال وتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، كاين هنا كاين واحد الشرط، وهو أن إمكانية رفض طلب التسجيل. إذن دائماً كيبقى مشروط ديك التمدرس، كيخص يكون مطلق التمدرس ديالهم، يكون واحد الحاجة اللي هي بديهية اللي هي كاينة. راه سيدي ربي إذا حرمهم من واحد الحاسة راه كيمكن لهم الحواس الآخرين راه كيخدموا أكثر بديك الحاسة اللي هما محرومين منها. هذا فيما يخص التمدرس. كاين أيضاً المكفوفين اللي أنا كنعرفهم مزيان، هو أن حتى مكفوف مثلاً في مكناس في المركز التربوي الجهوي ما كياخد ما كيستفد من برنامج تيسير، هما اكثر عرضه من اي واحد للهدر المدرسي. يمكن يتساعدوا العائله ديالهم. كان سائل السيد رئيس الحكومه عن دواعي عدم تقديمي في قوانين الماليه المتتاليه لتدابير ماليه وجبائيه لتشجيع عمل الاشخاص في وضعيه اعاقه في القطاع الخاص. كان سائل رئيس الحكومه المحترم ايضا أن يفسر لي ما هي دواعي الخلط لربما مقصود
ما بين المهام اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كان سائل أيضاً السيد رئيس الحكومة عن آلية تقديم خدمات التوجيه عن قرب، ما كان توفروش لشي معلومات على المراكز الجهوية للاستقبال والتوجيه، ما عنا عليهم حتى شي فكرة. كنتظروا أيضاً من السيد رئيس الحكومة أن يوضحنا على وجه التدقيق ما هي التدابير التي تم القيام بها في كل محور من المحاور الأربعة لجزء استراتيجية القطب الاجتماعي برسم 2012-2016. هذه المحاور كلها بالملموس فين وصلنا وكل محور بوحده شنو كاين الحصيلة. كنتظروا أيضاً من السيد رئيس الحكومة يجاوبنا جواب واضح عن مدى شمول المخصصات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من صندوق التماسك الاجتماعي. سيد رئيس الحكومة الإعاقة تفقر، الإعاقة تفقر، كنكررها، واخا يكون الأبوين بجوج بهم سلم 11 سلم 11، الإعاقة راه تفقر، راه كيخصها مصاريف، مصاريف إضافية وكبيرة وكثيرة، المستلزمات الطبية، الدواء، المرافقين، شكون يجلس معاهم. وحنا كنا عملنا واحد التعديل في قانون المالية هذه السنة ولكن ترفض. شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت. الكلمة للفريق الاشتراكي في حدود دقيقتان وثلاثون ثانية. شكرا سيد رئيس. كنا نريد أن نسألكم سيد رئيس الحكومة ما هي المكتسبات الجديدة التي حققتموها في هذا الموضوع، لكن ناب عنكم لا أدري هل بتفويض منكم سيد وزير الاتصال ناطق رسمي باسم الحكومة أعلن في لقاء رسمي في مدينة تيزنيت أنه الحكومة فشلت في تدبير ملف أشخاص أو إدماجهم الذين هم في وضعية إعاقة. تكلفنا إذن في الفريق الاشتراكي بتشخيص وضع الفشل الذي أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة. الفشل يعزى أساساً إلى معطى أساسي أنهم صندوق دعم التماسك الاجتماعي ما برمجش فيه 100 مليون درهم لفائدة البرامج للأشخاص في وضعية إعاقة حتى الميزانية 2015، وهذا صحيح وتقدروا تشوفوا. الشيء الثاني أنه لم تتوفق الوزارة المسؤولة عن التنسيق في خلق آلية حقيقية للتنسيق. لكم الحصيلة التي تقدمها في كل سنة تتعلق فقط بوزارة المرأة والأسرة والتضامن إلى آخره. النقطة الأخرى أنه الإجراءات التي قامت بها وزارة الأسرة والمرأة والتضامن في إطار إحداث آلية جديدة لدعم الجمعيات أشنو دارت؟ حرمت في إطار الارتباك اللي شهدته في عرقلة مركزية لمنح الجمعيات منع لائحة نملكها مجموعة من الجمعيات التي منعت أو أقصيت بفعل ارتباكات إدارية من هذه المنح، وكنعرف منهم مراكز كثيرة في جهة سوس ما صدرها. الحكومة أيضا لم تراجع ما أشارت إليه السيدة النائبة فيما يتعلق بالأقسام المدمجة، هذا فضاء نجمع فيه تلاميذ ملي في هذا الوضع ديال الإعاقة، ولكن أتحدى أن يمكن أن نعطيهم كفاءة معينة. لم تفكروا سيد رئيس الحكومة في أن تخففوا العبء على ما يناهز مليون على الأقل في انتظار الإفراج عن نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة. لم تحاولوا أن تخففوا العبء على 1,530,000 أسرة تعيش في وضع تكفل بمعاقين وحدها. يجب أن نفكر، وأنتم باشرتم ما أطلق عليه إصلاح النظام الجبائي، واش الملزم الذي يتحمل كلفة شخص في وضعية إعاقة هو الملزم اللي ما عندوش، والحمد لله الشخص في وضعية إعاقة. شكرا سيدة النائبة، انتهى الوقت. الكلمة لفريق الاتحاد الدستوري في حدود 5 دقائق و15 ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدة والسادة الوزراء المحترمون، السيدة والسادة النواب المحترمون. السيد الرئيس، نحن دولة مسلمة ونؤمن طبيعة الحال بالإعاقة كاختيار رباني، ويوجد منا ومعنا وبيننا شريحة اجتماعية حاملة للإعاقة تقدر بأكثر من 10%، ونحن معهم ننتظر وفاء حكومتكم بالتزامها بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة. وصرحتم بإعداد وثيقة تتعلق باعتماد سياسة عمومية مندمجة في هذا المجال، وبعد انطلاق هذه العملية تحت إشراف وزارة التضامن بشراكة مع بعض المنظمات الدولية في غياب الشريك الأساسي ألا وهو المعاق، لازلنا ننتظر الإفراج عن هذه الوثيقة التي لا تتطلب إلا تأشيرة من لجنة وزارية ترأسونها. أما المفارقة الغريبة السيد رئيس الحكومة، أنه في انتظار هذا المشروع ديال الحكومة ديالكم تتخذون العديد من الإجراءات كإصدار إطار الخاص بالإعاقة، إطار قانون أو قانون إطار الخاص بالإعاقة، وقوانين تنظيمية ذات صلة بما هو سياسي واقتصادي، علماً أن المغرب كان من الدول الأولى التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ سنوات بعد مشاركة فعالة في تهيئها، والتي كان لها تأثير على التشريعات الوطنية من خلال إصدار قوانين تعنى بالأشخاص المعاقين. بعد 4 سنوات سيد رئيس الحكومة من ترأسكم الحكومة، ماذا قدمتم لهذه الفئة من المواطنين؟ هل فعلتم الترسانة القانونية التي التزم بها المغرب؟ هل نفذتم قانون الوظيفة العمومية بتخصيص 7% من المناصب لها؟ هل فكرتم في تنزيل المقتضيات الدستورية خاصة الفصل 34؟ هل كرستم مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، في الصحة، في الشغل، في ولوج الخدمات؟ هل وفرتم في مدننا وإداراتنا ومؤسساتنا ووسائل النقل العمومي ولوجيات تيسر لهم التحرك دون مركب نقص؟ وأخيراً سيد رئيس الحكومة، ما دور الصناديق في التعاطي مع إشكالية الإعاقة؟ كنا نعتقد أن تخصيص صندوق خاص بهذه الشريحة سيكون مفيداً، والآن اعتمدتم صندوق التماسك الاجتماعي الذي يطلع بعدة أدوار إلى جانب الإعاقة. وبهذا الخصوص ينبغي السيد الرئيس أن تأخذوا بعين الاعتبار شيئين مهمين. أولاً، تكلفة الإعاقة الحادة والعميقة وأثرها على الأسر. ثانياً، الإعاقة في وضعية الفقر، خوفاً من أن تصبح وصمة عار على جبين الأسر. أسر تتحتضن واحد الحالات ديال الإعاقة تعاني في صمت السيد رئيس الحكومة، ومازال ما توصلوا حتى بشي دعم من الحكومة. مرت 4 سنوات سيد رئيس الحكومة من عمر حكومتكم، هل تظنون أنكم قادرون على تحقيق ما عجزتم عنه خلالها في ظرف سنة واحدة؟ أنكم تراهنون على أصوات المعاق والأرملة والمطلقة والعاطل لانتزاع ولاية ثانية بدعوى أنكم وضعتم الإطار القانوني خلال 5 سنوات والاستفادة ستنطلق بعد 2016. هنا السيد رئيس الحكومة، ندير واحد العملية حسابية بسيطة ما نحتاج فيها لا آلة حاسبة ولا مكتب دراسات ولا خبراء، يمكن حساب العقايزات كما كيقولوا. عندنا 10% من الأشخاص اللي عندهم حالة إعاقة ما كيستافدوش من هذه الحكومة. عندنا 10% من المطلقات لحد الآن مع الأسر ديالهم ما كيستافدوش من هذه الحكومة. عندنا 10% من الأرامل كذلك بالأسر ديالهم ما كيستافدوش من هذه الحكومة. عندنا أرباب أسر عاطلين حوالي 10% ما كيستافدوش من هذه الحكومة. عندنا حاملي الشهادات العليا حوالي نحسبوا حساب صغير 10% ما كيستافدوش من الحكومة. ما مجموعه 50%، وإلا ضفنا لهم واحد 20% في الجبال وفي القرى ودوك الفلاحة الصغار اللي عايشين على العرق الجبين ديالهم واللي ما كيستافدوش من الحكومة، غادي يلقاو السيد رئيس الحكومة 70% من الشريحة ديال الشعب التي تعاني في الصمت ما استافدتش من هذه الحكومة. كنتسائلوا هاد الأرقام اللي كتعطينا وهاد الصناديق اللي كتكلموا عليها مع من كتشتغلوا السيد رئيس الحكومة؟ شكون كيستافد منهم؟ إذا كان 70% حوالي 70% من الشريحة المتضررة في البلاد ما كتستافدش من هذه الحكومة،
كيفاش غادي تفسروا لنا هاد الصناديق وهاد البرامج اللي كتكلموا عليها ومازال كتهضروا على صناديق اللي عاد غادت قوانين عاد غادت تدوز في البرلمان وعاد غادت تفعل وعاد غادت تخدم وانتم الولايه ديالكم بقات فيها سنه واحده السيد رئيس الحكومه هذا يعتبر فشل في تدبير هاد الملفات وخاصه ملف الاعاقه وشكرا لكم. شكرا سيد نائب محترم. الكلمه للسيد رئيس الحكومه للجواب على التعقيبات فيما تبقى من الوقت. الكلمه لكم سيد رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس، من أصعب الأمور أن يتحدث الإنسان في موضوع كهذا بالمنطق السياسي. نحن الآن أمام الحقيقة، أمام أشخاص ذوي احتياجات خاصة معاقين، لا يمكن إطلاقا، ونحن في رمضان إضافة إلى ذلك أن ندخل في هذا المنطق. ولذلك لا بد من أن نعترف أولا وقبل كل شيء أن هذا واحد الوضع مؤلم، وكل واحد منكم كيعرف شوية الإعاقة، ولكن ما نقول لكمش علاش، ولكن نقدر نقول لكم بلي انا واحد من الناس اللي كيعرفوا اكثر الاعاقه منكم جميعا. وانه انواع من المعاقين ياتون الى بيتي يوميا وكنبقى كنشوف. انتم كتكلموا على الاعاقه اللي خصها الادماج. انا كيجيو عندي امهات حاملين أطفال لا يبدو أنهم من الممكن إلى نهاية أعمارهم يكون عندهم حل، وكاين اللي عنده واحد وكاين اللي عنده أكثر من واحد، ولد ولا بنت، وكاين اللي هرب له الأب ولا الأم. بالإضافة الله يجزيكم بخير، ما بغيت حتى شي تصفيقات. بغيت نقول لكم الحقيقة، أنا أعترف أمامكم أن هذا المجال هذا ما تلزمونيش نقول لكم واش المعاقين ما جاو اتجهت هذه الحكومة. المعاقين راهما منذ خلق الله الكون وهما كاينين، ومن الاستقلال إلى الآن الدولة ماشي ما عملت والو، عملات وعملات وعملات. واش غتنساو المنظمات ديال المكفوفين؟ غتنساو هذا الشيء اللي كان قبل؟ ولكن باقي بدون شك ما عملناش بما فيه الكفايه. ما يمكنناش نعملوا. وانا نقول لكم باللي بزاف ديال الكلمات ديال المعارضه شعرت فيها الصدق، وشعرت فيها انه الانسان كيبسطوا بل رجع ليا الامل ملي سمعت بعض الاحزاب اللي مولفه كل مره تجي لهذا لواحد المنطق سياسي كتكلم بحرقه. ما عملناش بما فيه الكفايه غير باش نرافقوا. حنا باش نقول لكم ما تخيلوش بانه من الممكن باش غدا الدوله غادي تتكلف بالمعاقين ديال المغرب كاملين بوحده وفي كافه الاحتياجات ديالهم. انا عندي صديق تيقيم فرنسا، ولده معاق، تيبقى 5 أيام في الاسبوع في المدرسه وكيرجع للدار بوحده في وسائل النقل، تيكلف الدوله الفرنسيه 11 مليون ديال السنتيم شهريا. ما عندناش الامكانيات ديال هذا الشيء، ولكن خصنا نعملوا باش نرافقوا العائلات اللي عندهم اطفال معاقين قدرهم الله سبحانه وتعالى عليهم لاسباب كثيره، بزاف منها طبي، بزاف منها المهم هذا قدر الله. خصنا نعملوا باش نساعدوهم، خصنا نساعدوهم ماديا اولا قبل كل شيء. كاين الناس كيجيو للمساجد مره في الاسبوع. كنتكلم معكم على حالات اللي كنعرفها شخصيا، لانه عنده 500 درهم ديال الادويه في الشهر ما كتقدرش توفرها لذاك الوليد ديالها. كاين الناس اللي محتاجين المساعده يعني غير باش يخرجوا من الاشكاليات
بعض الاشكاليات بسيطه، كاين الناس كاين المشاكل ديال الصحه ديال المدرسه، وقليل فيكم اللي سير مدرسه الاخوان، ولكن خصكم تعرفوا انا سيرت اكثر من مدرسه، وتنعرف شنو هو داك الطفل المعاق الاشكال ديالو شنو هو، غير ملي كيكبر وكيولي القسم في المستوى الاول كيفاش غدير تطلعوا لهذاك، كاين طفله معاقه فقدت الحق باش تتبع الدراسه ديالها فقط لان ما لقيناش اللي يطلعها في هذاك في الدروج كل مره. كاين امور حق للسيده التي قالت ان الاعاقه تفقر، الاعاقه تفقر، الاعاقه تشغل، الاعاقه مشكله وطنيه، ولحد الان كنعترف امامكم انه باقي ما قدرناش نعملوا كل شيء اللي خصنا نعملوا في حق المعاقين بكل صدق، وخصنا الامكانيات باقي ما وصلنا لهمش. اسمح لي السي حجيره، الصندوق ديال الدعم ديال التمسك ما فيهش 8 ديال المليار، في جوج ديال المليار ونص، ولكن مازال ما وصلناش للمشكل ديال الفلوس، لانه هذا الشيء هذا ملي كتجي ديرو كتلقى اشكاليات امامك. اولا وقبل كل شيء كاين الاشكال القانوني، راه ملي جينا للحكومه وحنا كنغوتوا مع الاسف الاداره هي هذه الطريقه ديال التعامل ديالها وديال لا رياكسيون ديالها ديال رد الفعل ما تيكونش دائما في الشكل المطلوب بالسرعه المطلوبه، ولكن اليوم احسن من البارح. كاين 4 ولا 5 ديال الامور كلها هي جديده، اللي ما كانتش مخطط الصحه النفسي ما كانش جديد، القانون الاطار ما كانش جديد، صندوق دعم التماسك الاجتماعي ما كانش جديد، بنيات استقبال جديده ما كانتش جديده. نعم نحن نبدا، ولكن يقينا باقي ما عطيناش لهذا الموضوع الاهميه اللي كيستحق، ما قبلناش بالشجاعه اللي كيستحق، ما قبلناش بالامكانيات اللي كيستحق، وما يمكنش نزيدوا نتعطلوا اكثر من هذا الشيء. انا كنعتقد انه الان الاوان باش نقوموا بالواجب ديالنا كل واحد من جانبه، وباش نتعاونوا وديروا في البال ديالكم الاخوان ديال المعارضه. انا اشكركم اليوم يعني بصدق، هذا ليس معناه انني لم اكن اشكركم بصدق، ولكن اليوم اشكركم وانا متاثر، لانه بحال هذه الاسئله وبحال هذه المداخلات راه كتعاونني انا كرئيس الحكومه. فهموا مزيان اش كنقول لكم، حنا واحد البلاد عندها مواصفات، العمل السياسي فيها عنده خصوصيات، كتعاونني باش ندفع الوزراء ديالي باش نحرك الاجهزه اللي في يديها القرار المالي باش نمشيو في واحد الاتجاه، هذا غادي يولي واحد الحاجه فيها اجماع وطني، اجماع وطني ثمين بالنسبه الي، واخا انا في السنه الاولى. اما واش السنوات المقبله ولا ذاك 10% اللي كان كيحسب هذاك الاخ، فهمتيني ولا لا، 10% ديال الارامل المسئين تستفدوا الارامل اتجهت هذه الحكومه، 10% ما استفدوش، 10% ديال المعاقين، 10% علاش خليتي لنا ذاك 30% كون كملتي حتى هي عليها، وهنيتينا والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا السيد الرئيس. شراكاتي مع المؤسسات الدوليه تقدم به السيدات والساده النواب اعضاء فرق ومجموعه الاغلبيه. كلمه لاحد النواب. سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، بداية شهر مبارك سعيد، وخاصة الأشهر الأواخر، العشر الأواخر، وأحمد الله العشر الأواخر سيد الرئيس، وأحمد الله لي ولكم نعمة بلوغها. بالمناسبة نهنئ الحكومة على الدبلوماسية المغربية وكذلك البرلمان على تتميم إصدارة المصادقة على الاتفاقيات، بحيث أن تم المصادقة على جميع الاتفاقيات التي كانت تتراكم بين البرلمان والحكومة. سيد الرئيس، لقد حصل المغرب كأول بلد عربي وإفريقي من خارج المجموعة الأوروبية على صفة شريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوروبا في يونيو 2011، إضافة إلى تموقعه في وضع متقدم. انتهى الوقت، بقيتي في العشر الأواخر، خليك في العشر الأواخر. العشر الأواخر ما تحسبهاش يا سيد الرئيس. انتهى الوقت. وما تحسبش. لا انتهى الوقت. انتهى الوقت. يلا اطرح السؤال بسرعة. قال سيد رئيس الحكومة عن حصيلة هذه الشراكات التي توجد أشغال ثنائية عليا مع عدد من الدول الشقيقة، وما هي حصيلة هذه الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؟ شكرا سيد نائب. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على السؤال والتعقيب في حدود 21 دقيقة و40 ثانية.
سيد الرئيس، السيدات والسادة المحترم، النواب المحترمين، أود أن أشكر فرق الأغلبية على اختيار هذا الموضوع الذي يكتسي رهينية خاصة في إطار الزخم الإيجابي الذي تعرفه علاقة التعاون الدولي التي تنسجها بلادنا شمالا وجنوبا، والمبادرات النوعية التي يقودها جلالة الملك حفظه الله لتعزيز مكانته ودوره المغربي إقليميا وجهويا ودوليا. ولا يخفى عليكم أن المغرب سلك دوما سياسة بني على الانفتاح على محيطه وإرساء علاقات تعاون مثمرة، مستفيدا من موقعه الجغرافي المتميز ومنسجما مع تاريخه المجيد وحضارته وقيمه العريقة المبنية على تلاقح الحضارات والتسامح والانفتاح. وقد تعزز هذا التوجه من خلال نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي التدريجي، مما مكن المغرب من إبرام اتفاقيات للشراكة والتبادل الحر مع مجموعة من البلدان، ومن تكثيف شبكة الشراكات مع المؤسسات الدولية. وتندرج هذه الشبكة من العلاقات في إطار المبادرات وسياسة التعاون التي يقودها جلالة الملك أعزه الله مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تعزيز الاستفادة من الفرص التي يتيحها موقعنا المتميز وعمقنا الإفريقي ومحيطنا العربي، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ووضعنا المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وعلاقاتنا المتميزة مع بلدانه، وشراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة مع باقي شركائنا. وأريد أن أشير هنا إلى أن إطارتي لإسم جلالة الملك أكثر من مرة هو عن جدارة واستحقاق، باعتبار أن الدولة سياساتها الخارجية تخضع أولا لتوجيهات ملوكنا، والحمد لله أنه يعني فيها الاستمرارية. هذا الشيء راه من محمد الخامس رحمه الله والحسن الثاني، وأنتم إن لم تبعين معنا هذا الشيء راكم، ومحمد السادس حفظه الله ونصره. والجواب على سؤالكم أتوقف عند حصيلة بعض اللجان المشتركة العليا التي عقدناها مؤخرا، وعلاقات الشراكة الجديدة بين بلادنا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. لقد عقد المغرب في الآونة الأخيرة 4 لجان مشتركة عليا مع كل من البرتغال في 22 أبريل 2015، وفرنسا في 28 مايو 2015، وإسبانيا في 5 يونيو 2015، وتونس في 12 يونيو 2015 بالعاصمة. وتعتبر هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى استمرارية لعلاقة ثنائية متينة مع هذه الدول. راه الدول اللي مشينا لها تيقول لك راه علاقة الدول ديالنا، بريطانيا كتكلم على 800 عام، الولايات المتحدة كتكلم على أكثر من 200 عام، فرنسا إلى آخره، تؤطرها معاهدات الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تجمع المغرب بهذه الدول، كما تشكل فرصة سانحة لتعزيز علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي لإغناء الإطار القانوني الثنائي وإطلاق مبادرات جديدة للتعاون في مختلف المجالات. وكما لا يخفى عليكم فإن هذه الدول تحظى بأهمية كبرى في السياسة الخارجية للمملكة، وتربطنا بها شراكات شاملة واستراتيجية بالنظر إلى قوة الروابط الاقتصادية والتجارية وعمليات الاستثمار، وكذلك بالنظر إلى البعد الإنساني، حيث يقطن بهذه الدول وخاصة بفرنسا وإسبانيا أكثر من 2 مليون مغربي. وتندرج الشراكات مع الدول الأوروبية الثلاثة في إطار تقوية وتعزيز علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي الذي تربطنا به شراكة وضع متقدم منذ 2008. سيد الرئيس، لقد توجت هذه اللقاءات الرفيعة المستوى بإصدار بيانات ختامية مشتركة بين المغرب وكل واحد من هذه الدول، تضمنت إشادة هذه الدول بالدور الريادي للمملكة المغربية في المنطقة وبدينامية الانفتاح، بحيث راه اللي كنمشيو لتما الحمد لله هذاك الشيء اللي كنسمعوا على بلادنا كيكون شوية الأمل، اللي كنجيو لهنايا عاوتاني هضرة أخرى. وكذا بالدور المحوري الذي تطلع به بلادنا على المستوى الجهوي داخل الاتحاد من أجل المتوسط، كما نوهت هذه الدول بالنموذج الديمقراطي المغربي المتميز تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأشادت بالمقاربة المغربية الرائدة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالدور الريادي للمغرب في محاربة الغلو والتطرف من خلال مقاربة شاملة وفي سياق يعزز الإسلام الوسطي السمح المتشبع بقيم الاعتدال والتسامح. وبهذا الخصوص أشادت هذه الدول بالنموذج الديني المعتدل للمملكة المغربية
وبرغبة بعضها في الاستفادة من التجربة المغربية الناجحة في تكوين الأئمة والوعاظ. وبخصوص القضية الوطنية، عبرت هذه الدول عن مواقف إيجابية تمثلت في الدعم الصريح لمشروع الحكم الذاتي، واصفة إياه بالجد والواقعي وذو المصداقية. كما أكدت هذه الدول على دعمها لجهود الأمم المتحدة، مؤكدة بكون هذا النزاع له أثر سلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة ويعطل جهود التنمية والاندماج في المغرب العربي. وفيما يتعلق بالجالية المغربية المقيمة بهذه البلدان، ركز المغرب على حقوق ومكتسبات هذه الجالية وحمايتها من الإسلاموفوبيا والعنصرية. وبهذا الصدد تم التباحث مع نظرائنا الإسبان حول تمكين الجالية المغربية من المشاركة في الانتخابات المحلية في إطار نبدأ المعاملة بالمثل. كما تم التباحث مع المسؤولين بفرنسا حول وضعية المغاربة المتقاعدين الراغبين في الاستقرار بالمغرب مع حصولهم على معاشهم كاملا على غرار نظرائهم الفرنسيين، وقد تركنا لهم الموضوع وهم يدرسونه الآن. كما أشادت هذه الدول بسياسة الهجرة الجديدة التي أطلقها المغرب في شتنبر 2013، والتي تميزت بتسوية وضعية الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. كما أشادت هذه الدول بمبادرة المغرب احتضان الحوار الليبي، محيين في نفس الوقت دور المملكة المغربية في المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد توجت هذه اللقاءات الرفيعة المستوى بالتوقيع على أزيد من 38 اتفاقية، من 11 مع البرتغال، 14 مع فرنسا، 6 مع إسبانيا، و8 مع تونس. همت العديد من القطاعات والمجالات الحيوية كالنقل والبنية التحتية والمواصلات واللوجستيك إلى آخره. وبخصوص مجال الطاقة، ركز المغرب مع كل من إسبانيا والبرتغال على أهمية تعزيز المبادلات الطاقية خاصة في مجال الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك من خلال إحداث بنية تحتية للربط الكهربائي والغازي واندماج الأسواق الكهربائية المغربية والأوروبية في أفضل الظروف التقنية والاقتصادية، بحيث يبيعوا لنا ونبيعوا لهم عند الحاجة. وفي المجال الجامعي، وقع المغرب عدد من الاتفاقيات تهم البحث العلمي والأكاديمي والتعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية بين المغرب وهذه الدول، مما جعل بلدنا يرقى إلى أن يصبح قطبا جامعيا في القارة الإفريقية. كما تم على عامش هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى عقد المنتديات الاقتصادية بين المنظمات المهنية لتباحث فرص الشراكة بين الجانبين في مجالات مختلفة كالفلاحة والصناعة الغذائية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والتنمية الحضرية. ولو كنتم معنا في الساحل العاج لرأيتم التقدير الذي يحظى به المغرب كبلد فلاحي وكتجربة فلاحية متميزة في الدول الإفريقية عموما وفي ساحل العاج بالخصوص. وتهدف هذه المنتديات إلى تسويق النموذج التنموي الاقتصادي المغربي، والذي يتميز بنجاعة إصلاحاته الهيكلية والقطاعية الماكرو اقتصادية التي مكنته من أن يصبح اقتصادا تنافسيا صاعدا في المنطقة، مما مكن بلادنا من جلب استثمارات مهمة لكبريات الشركات الأوروبية، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصناعة. ومن جهة أخرى، التقت رغبة هذه الدول على العمل سويا مع المغرب للاستثمار والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية مع الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، مما يعزز مسار النمو والتقدم بهذه الدول. دابا الأفارقة تيقولوا لنا نو سوم دوموندور، هما باغيين المغاربة يجيو ولا كانوا غيجيو معاهم الأوروبيين للاستثمار بواحد العدد ديال المجالات. السيد الرئيس، لقد عمل المغرب دائما على تنمية وتكثيف أواصر التعاون مع المنظمات الدولية، ليس فقط يعني الدول ولكن كذلك المنظمات الدولية. ليس فقط من منطق حاجته إلى قروض وإعانة هذه المؤسسات، ولكن بالنظر أيضا للخبرة التي ركمت هذه المنظمات والتي يمكن للمغرب الاستفادة منها لإنجاح الأوراش الإصلاحية التي يباشرها في مختلف المجالات. ويندرج في هذا السياق التوقيع مؤخرا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على برنامج التعاون بين المغرب وهذه المنظمة، التي تضم أكثر من 30 دولة متقدمة وصاعدة تجمع بين اعتماد الديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وللتذكير، فقد نسج المغرب منذ أكثر من 10 سنوات علاقات تعزز تدريجيا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال التقارب مع لجان المنظمة وهياكلها. وقد أسفر ذلك عن انخراط المغرب في العديد من المبادرات التي أطلقتها المنظمة، خصوصا الإعلان حول الاستثمار الدولي والمقاولات المتعددة الجنسيات سنة 2009، والإعلان حول النزاهة والشفافية في إدارة الأعمال والشؤون المالية الدولية سنة 2012، واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي سنة 2013. ويشمل التعاون بين المغرب وهذه المنظمة قطاعات عدة
كما يشارك في لجنة الاستثمار ولجنة السياسة التنمية المجالية ولجنة الحكامة العامة ويتبوأ مقعدا في اللجنة التنفيذية لمركز التنمية. وجدور الإشارة إلى أن المغرب يترأس منذ 2009 مبادرة المنظمة من أجل التنمية من جانب دول منطقة الشرق العربي وشمال إفريقيا، حيث يضطلع بدور رائد من خلال احتضانه لعدد من أنشطة هذه المبادرة. وقد شهد التعاون المغربي مع هذه المنظمة مؤخرا نقلة نوعية من خلال مشاركة المغرب في برنامج الشراكة المتقدمة الذي فتحته المنظمة المذكورة أمام 3 دول فقط، حيث تم التوقيع مع أمينها العام يوم 15 يونيو الماضي بباريس على البروتوكول المتعلق ببرنامج التعاون بين الطرفين، وهو ثمرة أكثر من سنة ونصف من المشاورات بين القطاعات الحكومية المغربية فيما بينها ومع هذه المنظمة. وصادف أنني شفت التلفزيون كيتكلموا على هذا التوقيع وجابوا واحد التصويرة ديالي ديال لاكارت ناسيونال وقالوا واحد جوج كلمات ودازوا، من الطبيعي ما تكونوش جايبين الأخبار لهذا الشيء كاع. ويتوخى من انضمام المغرب إلى هذا البرنامج الولوج إلى آليات المنظمة لتسريع الإصلاحات في مختلف مجالات السياسات العمومية وخاصة توسيع وتعزيز الحوار والشراكة، تمكين بلادنا من الاستفادة من قاعدة البيانات والممارسات الجيدة، السماح للمسؤولين المغاربة في المشاركة في عمل لجان المنظمة، الاطلاع على التحاليل الخاصة بالسياسات العامة، تقديم ومناقشة والتعريف بالإصلاحات التي تقوم بها بلادنا في المحافل الدولية وتمكينها من الإشعاع المناسب، الاستئناس بمعايير عمل هذه المنظمة وبممارساتها الفضلى. هذه المنظمة فيها كده 34 دولة متقدمة وتخضع للنظام ديال الحكامة يتداولون فيه فيما بينهم. ويهم برنامج تعاون مجالات مختلفة كالاستثمار والتجارة والحكامة والتنمية المجالية والميدان الضريبي والتعليم والإدماج الاجتماعي والتشغيل والسياحة. ويعد المغرب البلد العربي والإفريقي الأول والوحيد الذي تم اختياره للاستفادة من هذا البرنامج الذي سيبوئه لا محالة مكانة خاصة داخل هذه المنظمة المشهود لها دوليا بجدية دراستها وتقاريرها ونجاعة توصياتها، كما سيجعل هذا البرنامج من المغرب نموذجا للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لبلدان الجوار والدول الإفريقية، وسيوفر فضاء للإشعاع الدولي لبلادنا على درب مواصلة مسيرة الإصلاح والتقدم للولوج النهائي والمستحق لنادي الدول الصاعدة كما بشر بذلك جلالة الملك حفظه الله. الله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس الحكومة. الآن أفتح باب التعقيبات. الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية في حدود دقيقة و45 ثانية. سيد النائب محترم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة، وأنتم تقدمون حصيلة الشراكات مع مختلف المؤسسات بما فيها الوضع المتقدم مع أوروبا، كنا نود أن توضحوا لنا في ظل هذه الحصيلة ما هو موقع ملف استرجاع سبتوم ليليا في ظل هذه الحصيلة. هل من ضمانات واضحة والتزامات للحفاظ على حقوق ومكتسبات المغاربة بالمهجر؟ أي تقدم تم تسجيله مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي النقابي في مجال الحرية النقابية وضمان الشغل اللائق ومأسسة الحوار الاجتماعي؟ أي حصيلة في مجال حرية الإعلام وحقوق الإنسان لتعزيز مكانة المغرب دوليا في ظل وضعنا المتقدم مع الاتحاد الأوروبي؟ كيف تفسرون تقليص الدعم سنة بعد سنة وهذا الاتحاد الأوروبي غير مكترث بما يقوم به المغرب من دور في ملف الهجرة وكأنه الدركي لأوروبا؟ وأخيرا السيد رئيس الحكومة، ثقة المؤسسات الدولية هي ثقة في استرداد ما اقترضه المغرب منها، أما ما يخص وقع هذه الشراكات على اقتصادنا فيمكن أن أحيلكم السيد رئيس الحكومة وحكومتكم الموقرة لتقارير 4 مؤسسات وطنية: المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك المجلس الإعلامي للحسابات، التي أكدت بالواضح استفحال البطالة وتراجع النمو وضعف مردودية الاستثمار الأجنبي والعجز الكبير المسجل في اتفاقيات التبادل الحر وكذلك التفاقم المديونية، رغم أن الحكومة استفادت. سيد النائب انتهى الوقت.
الكلمة لفريق العدالة والتنمية في حدود 3 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، أتدخل باسم فريق العدالة والتنمية لأؤكد مرة أخرى أن علاقة المملكة المغربية مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية يجب أن تتم في إطار علاقات الشراكة والاحترام التام للقرار السيادي للمغرب والوفاء بالالتزامات والتعهدات مع المنتظم الدولي، وهي بالفعل كذلك. إن هذه المؤسسات التي تعتبر شريكاً أساسياً لبلادنا ما فتئت تؤكد في مختلف التقارير الصادرة عنها على أن المغرب يشكل نموذجاً فريداً من نوعه في منطقة أقل ما يمكن القول بشأنها أنها تعيش في مناخ يطبعه التوتر، وأن ثقتها في الإصلاحات التي ينهجها المغرب في ظل الاستقرار تنعكس إيجاباً على ثقة الممولين والمستثمرين في بلادنا، ولا أدل على ذلك المشروع الأخير لمجموعة بوجو سيتروين وتوقيع المغرب على بروتوكول اتفاق الخاص ببرنامج التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويعد المغرب ثالث دولة في العالم كما تفضلتم سيد رئيس الحكومة بعد البيرو وكازاخستان توقع على هذا البرنامج، مما يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هذه المنظمة وعلى مصداقية التزاماته وجهوده الإصلاحية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. السؤال المطروح هنا، هل جاءت هذه الثقة من فراغ أم هو حظ اعترضنا في الطريق؟ قطعا لا، لن نكون عدميين، لن ننظر للأمور بنظارات سوداء، لن نقول لا شيء تحقق، لن نقول هي الصدف فعلت فعلتها، لن نعطف فقط على ما سبق كما يحلو للبعض أن يصف الأمور. هذه الحكومة بالفعل نهجت نهجا سليما قويما، نهجا جديدا تحقق به للمغرب عدد من المكاسب ووضعته في مرتبة مشرفة بين دول تشبهه في كل شيء إلا في الديمقراطية والمسار الإصلاحي والإصلاحات الحقيقية التي ارتضاها المغرب لنفسه، واخترنا ألا نتنازل عنها إطلاقا. وهذا هو السر سيد رئيس الحكومة، سر قوتنا وسر تمييزنا وسر نموذجنا. هذا النهج الإصلاحي الإرادي المسؤول والجريء للحكومة مكن من تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني والثقة في النموذج المغربي، مما ساهم في تنامي الدور الإشعاعي لبلدنا، وعلينا أن نفتخر بذلك وأن نرفع رؤوسنا عالياً لأننا مغاربة مغاربة ونفتخر على الصعيدين الدولي والإقليمي وتحسن صورته لدى المنظمات الدولية. وفي هذا الإطار نذكر وأنتم أعلم الناس بهذا بالزيارات الملكية الناجحة بكل المقاييس لعدد من الدول الإفريقية في إطار قناعة المغرب في كون التنمية تستوجب توطيد التعاون جنوب جنوب وتقوية الاندماج والتكامل الجهوي والاقتصادي والمالي للقارة. نائب انتهى الوقت. الكلمة لفريق الأصالة والمعاصرة في حدود دقيقة واحدة. شكرا سيد رئيس، شكرا سيد رئيس الحكومة على العرض. وحنا سيد رئيس الحكومة في فريق الأصالة والمعاصرة معاهد الشراكات مع المؤسسات الدولية، ونتمن هذه الشراكات مع المؤسسات الدولية، ولأننا نتمن هذه الشراكات كنطلبوا بتفعيل عضويتنا في بعض المؤسسات. للأسف منذ 2013 كان هناك لونيون أفريكان دي ميتواليتي للرئاسة عند المغرب، الكتابة العامة عند المغرب، المقر في المغرب، وللأسف ما كاينش التفعيل ديالها لأن ليس هناك تنسيق ما بين المكونات الحكومية وبين الإدارة المغربية. أنتم سيد رئيس الحكومة المسؤول الأول على هذه الإدارة المغربية وعلى التنسيق الحكومي، لا بد تفعيل جميع المؤسسات اللي حنا أعضاء فيها، خصوصا اليوم المؤسسات اللي في إفريقيا، لأننا كنعتبروا بأننا اليوم المغرب في القارة ديالو هو اللي خصو يكون نموذج في جميع المواضيع أو القضايا اللي كيتفاعل معها مع 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 الدول الاخرين. فلهذا سيد رئيس الحكومه كاين نقاط كثار اللي نقدروا نتكلموا عليهم، للاسف الوقت ما. شكرا شكرا سيد النائب. الكلمه لفريق التجمع الوطني الاحرار في حدود 5 دقائق. سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومه، اعتذر اولا للاخوان في حزب التقدم الاشتراكي لانهم هما اللي كانوا خصهم يطرحوا السؤال في دقيقه، وانا اعتقد كنت ندخل 5 دقائق،
داكشي علاش بديت بالعشرة. غنمشي لك الوقت. إذا اعتذر الإخوان. إذا السيد الرئيس، لقد قام المغرب بنسج علاقات وثيقة ومتميزة مع العديد من الدول والمنظمات الدولية. نتج عنها عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع هذه الدول كتعبير عن استمرارية العلاقات الثنائية المتينة والتي أصبحت تؤطرها معاهدات الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تجمع المملكة المغربية مع مجموعة الدول. في فريق التجمع الوطني الأحرار ننوه بعمل اللجان المشتركة العليا والتي تنعقد بشكل دوري والتي شكلت فرصة سانحة لإغناء الإطار القانوني الثنائي وأخذ مبادرة جديدة للتعاون الثنائي في كافة القطاعات والمجالات. كما نفتخر ونعتز بنوعية الشراكات الشاملة واستراتيجية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول بنظر إلى قوة الروابط الاقتصادية والتجارية وعملية الاستثمار بكيفية أصبحت مع هذه الدول تحظى بأهمية كبيرة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية. وهنا نؤكد على العلاقات الاستراتيجية مع بعض الدول كفرنسا كإسبانيا كالبرتغال كتونس، يجب أن تعطى لها أهمية قصوى. ونسعى إلى الحصول إلى المزيد من المواكبة والدعم من طرف هذه الدول لأجل تفعيل أمثل الشراكة والتعاون في أفق الحصول على أوضاع متميزة تتجاوب أكثر مع ما حققه المغرب من منجزات مشهود لها بالنجاعة والفعالية. ولعل إشادة وتنويه العديد من الدول بالدور الريادي للمملكة المغربية في المنطقة المتوسطية وبالدينامية وانفتاح والتطور على كافة المستويات والأصعدة وكذا بالدور المحوري الذي تطلع به بلادنا على المستوى الأوروبي المتوسطي والأفريقي من خلال التعاون الإيجابي بين المغرب وهذه البلدان لدليل واضح على المسار الصحيح الذي تنهجه الحكومة. سيد رئيس الحكومة، لابد أن نؤكد على تنشيط آليات تفاعل من أجل تطبيق وتتبع الاتفاقيات الدولية مثل لجنة الاتفاقيات تتبع الاتفاقية مع الدول الإفريقية برئاسة وزير الخارجية، ولابد من الإحالة كما قلتم الجولات التي يقوم بها جلالة الملك في إفريقيا، ويجب على الحكومة أن تسير هذه الزيارات وهذه الاتفاقيات لتفعيل هذه الزيارات. صحيح على أن المغرب أول بلد عربي وإفريقي خارج الدول الإفريقية اللي عنده الوضع المتقدم مع أوروبا، فهنا خصنا نستغلوا هذه الفرصة لأن ما كيصدقوش علينا. سيد رئيس الحكومة، يجب أن نعمل على محاربة الهجرة السرية، محاربة المخدرات. كنعرفوا أنه في إطار العلاقات كاين هذا الإشكال وكتعلموا التأثير ديالو على الاقتصاد المغربي وعلى الصحة ديال، فيجب هذه الاتفاقية ديال والوضع المتقدم ديال المغرب مع الاتحاد الأوروبي أنه نستغلوه باش نلعبوا الدور ديالنا. في الختام لابد من التنويه والإشادة بالنموذج الديمقراطي المغربي الفريد من نوعه في المنطقة والذي استطاع تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أن يرقى إلى المصاف إلى الدول الصاعدة، وكذلك تنويه بالمقاربة المغربية الرائدة في الأمن الجهوي والدور الريادي والطلائعي الذي تلعبه المملكة المغربية في محاربة التطرف الديني من خلال وضع مقاربة شاملة تعالج منابع الإرهاب عبر مشاريع اجتماعية واقتصادية في سياق يعزز الإسلام الوسطي المتشبع بقيم التسامح والاعتزال. شكرا. شكرا سيدنا المحترم. الكلمة للفريق الاشتراكي في حدود دقيقتان وثلاثون ثانية. سيد رئيس الحكومة محترم، المغرب انخرط في شراكة متقدمة مع أوروبا
عن طواعية واختيار مع الاتحاد الأوروبي وضع متقدم ومع مجلس أوروبا كشريك من أجل الديمقراطية. هذا الانخراط هو أولا اعتراف بما قام وبما يقوم به المغرب من إصلاحات في مجالات مختلفة، ولكن هو أيضا التزام بإجراء عدد من الإصلاحات وأهمها ثلاثة. أولا ملائمة التشريعات الوطنية مع المنظومة التشريعية الأوروبية. ثانيا إرساء وتوطيد دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان. وثالثا المصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات. ما يلاحظ علينا اليوم، لن أتكلم عن كل الإيجابيات الكثيرة التي يقولها الأوروبيون في حق المغرب، ولكن ما يلاحظ علينا اليوم هو التأخر الكبير في ملائمة تشريعاتنا مع التشريعات الأوروبية، هو الوتيرة البطيئة التي يسري بها هذا العمل. ما يلاحظ علينا اليوم هو عدد من الخروقات التي تهم مسألة حقوق الإنسان. ما يلاحظ علينا أيضا هو عدم المصادقة على عدد من الاتفاقيات. فيما يخص الملائمة التشريعات، تعلمون سيد رئيس الحكومة على أن الحكومة قدمت مخطط تشريعي وقدمت جدول زمنية، واليوم نلاحظ أن هناك عدد من المشاريع التي لم تنجز في مجال حقوق الإنسان. في مجال حقوق الإنسان أو في مجال حقوق الإنسان تلاحظون السيد الوزير الأول تكرار عدد من الخروقات، بل تعدد عدد من الاعتداءات التي أصبح يتعرض لها المواطنون باسم وصاية من نوع خاص على المغاربة، والتي يجب أن تواجهها الحكومة حتى لا نعطي الانطباع على أن المغرب يدخل في ردة في هذا المجال. شكرا. كلمة للفريق الحركي في حدود 4 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين، نعتبر في الفريق الحركي موضوع الشراكات مع المؤسسات الدولية دورة هينية، خصوصا أن المغرب توج مسار تحالفاته المتميزة مع مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية بتموقعه في وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، وهي الشراكة التي عرفت تطورا كبيرا وبشكل دينامي، ناهيك عن حيازته لثقة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. إن الوضع المتقدم هو نوع من التعهد الأوروبي بمواكبة الإصلاحات المغربية، سواء منها السياسية التي تشمل الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحسين النظام القضائي، أو الاقتصادية التي تهم الاندماج التدريجي للمغرب في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي بناء على قاعدة الانفتاح والتحرير الاقتصادي. لقد عبر الاتحاد الأوروبي غير ما مر عن رغبته في تعميق علاقاته مع المغرب على كافة الأصعدة، كما أنه يجدد دائما التأكيد على عزمه الانخراط على المدى الطويل إلى جانب المغرب الذي يتميز برؤيته والتزامه في إطار السياسة الأوروبية للجوار، كما أن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء أشاد مؤخرا بالدينامية الإيجابية لعلاقات المغرب الاتحاد الأوروبي والدور الجوهري الذي تطلع به المملكة داخل الفضاء الأورو متوسطي وشراكة إفريقيا الاتحاد الأوروبي. ولم يفوت الاتحاد الأوروبي الإشادة بالإصلاحات التي قام بها المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعبر عن ارتياحه للحصيلة الإيجابية
لتفعيل الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم، وكشريك حقيقي جاد ولا محيد عنه انكب المغرب على تنفيذ مخطط العمل الذي تم إقراره من الطرفين في إطار اتفاق الشراكة وخطة عمل الجوار والوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم. إننا نعتبر الوضع الممنوح للمغرب استثنائيا، فعلى الحكومة التركيز بشكل أكبر على إنجاح مدى تطابق مستوى وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا على مقاربة تشاورية منتظمة تتميز باعتماد مجموعة من الآليات المؤسسة والهادفة لاستدامة قوة العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فهذه الشراكة المتميزة مدعوة لتحقيق المزيد من التقدم في أفق القمم المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. إن توقيع الحكومة على بروتوكول الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين تبين الأهمية التي توليها الحكومة للشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديتين كأرضية مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والمعايير والتقييمات المتبادلة للسياسات العمومية. فمن شأن البرنامج القطري الذي وقعته المملكة المغربية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين تعزيز التقارب بين المغرب والمنظمة وتسيير التحاق المغرب بركب الدول الصاعدة، وإذ نتمم كفريق حركي إنجاز برنامج التعاون المذكور والذي سيتم في غضون سنتين، نريد من الحكومة الوقوف على حسن أجراءات هذا البرنامج الذي يتضمن عدة قطاعات، وخاصة وضع نظام لتقييم وتدبير أداء برنامج الإصلاحات بالمغرب. وشكرا. شكرا السيد نائب. كلمة لفريق التقدم الديمقراطي في حدود دقيقتان. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، لقد مكنتنا الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ حوالي 15 سنة من اجتياز الأزمات المتلاحقة التي هزت الاقتصاد العالمي، مما أهل المغرب ليكون وجهة للاستقرار والاستثمار، بل شريكاً مفضلاً بالنسبة للعديد من المؤسسات العالمية المؤثرة، وهو ما يجعلنا مقتنعين في فريق التقدم الديمقراطي بضرورة استثماره بشكل جيد من أجل تحسين قراراتنا السيادية والحفاظ على مكانة المغرب كطرف إقليمي أساسي وفاعل. سيد رئيس الحكومة، إن حصول المغرب على مكانة وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي وعلى صفة شريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوروبا وانخراطه في عدة شراكات اقتصادية وسياسية مع أكثر من دولة وتجمع دول، ما هي إلا نماذج على مؤشرات النجاح وزيادة منسوب الثقة في بلادنا، وهو ما نعتز به. سيد الرئيس، وفي المقابل فإن المؤشرات الإيجابية والحصيلة العملية لهذه الشراكات وآثارها الواضعة على الاقتصاد الوطني لا يجب أن تنسينا أهمية إجراء تقييم دوري وموضوعي لكل هذه الشراكات والنتائج المحققة منها، والغاية في تقديرنا يجب أن تنصب على تحسين استقلالية قراراتنا الاستقلالية الوطنية في أفق جيل جديد من الشراكات التي يتعين أن يكون فيها المغرب طرفاً قوياً، والعمل بمنطق رابح، وهو المنطق الذي يجب أن يحكم شراكاتنا المستقبلية حرصاً على المصالح العليا لوطننا وشعبنا. شكراً سيد نائب. انتهى الوقت. الكلمة المجموعة النيابية للتحالف الوسط. ما كاينش. إذن الكلمة للسيد رئيس الحكومة للجواب على التعقيبات فيما تبقى من التوقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس،
انا بعدا كرئيس ديال الحكومه بصفتي كنترأس هاد اللجان العليا المشتركه مع رؤساء الحكومات والوزراء الاوائل ديال الدول الاخرى، وبصفتي مثل المغرب في التوقيع على هذه الاتفاقيه ديال اللي غادي من خلالها نستافدوا من التجربه ديال هاد المنظمه هاد لو سي دي او في الحكامه في واحد العدد ديال المجالات، باعتبار الوضع المتميز اللي كيعطيو للمغرب مع ثلاثه ديال الدول الاخرى، جوج ديال الدول الاخرى البيرو وكازاخستان. يعني اللي نقدر ننقل لكم بصدق هو ان هاد الناس هادو بصفه عامه وغيرهم، لانه كتعرفوا باللي الحمد لله في هاد الولايه هادي واحد العدد ديال الاتفاقيات ديال وديال اللجان العليا المشتركه اللي عقدناها مع دول اخرى كقطر وغيرها، يعني ان هاد الدول كلها تتحترم المغرب وتتقدر المغرب وتعتبر المغرب اليوم تجربه استثنائيه، وكتعتبر المغرب تجربه يعني ديال دوله مستقره وديال دوله امنه وديال دوله تستحق الناس يستثمروا فيها ويتعاملوا معها ويتعاونوا معها باش يمشيوا بطريقه مشتركه لافريقيا. وداك الشيء مشرف مشرف جدا، ولا شك ان للحكومه والاغلبيه يعني مساهمه مقدره في كل هذا. لا يمكن ان يكون كل هذا قد وقع وحده، ولكن كذلك كما قلت لكم فانه كذلك استمرار لسياسه يعني سابقه. الان مع ذلك لابد ان تكون هنالك يعني ملاحظات. الاولى الاخوان ديال الفريق الاستقلالي قالوا لي شنو هذا الشيء، هذا راه اللي كيهمهم هما هو القدره على الرد ديال القروض اللي كيسلفونا. اولا بعدا باش يسلفونا تيخصهم يكونوا كيثقوا فينا، وثانيا الا كان التقدير ديالهم ايجابي لنا باعتبار اننا دوله قادره على ان نرد القروض فهذا شيء جيد جدا، والا سوف يجاملوننا لماذا؟ اما التقارير ديالنا الداخليه فماشي كلها سلبيه ماشي كلها سوداء، كاين فيها ملاحظات، وحنا راه الصدر ديالنا يتسع لهذه الملاحظات ويجب علينا ان ناخذها بعين الاعتبار. احنا ماشي حكومه جات باش تدافع دائما تقول كل شيء اللي كنديرو انا مزيان والوضع تحت الرئاسه ديال هذه الحكومه هذه ممتاز وما فيه اي مناقشه، هذا ماشي صحيح وما فيه اي ملاحظه. احنا عندنا القدره الحمد لله نعترفوا بالامور، الحمد لله سبحانه وتعالى، وننوه بالامور الجيده وهي كثيره، وعندنا بفضل الله سبحانه وتعالى القدره ان نقول انه هنالك اختلالات وهنالك ضعف وهنالك تقصير وهنالك حتى فشل في بعض المجالات، ما عندناش مشكل في هذا القبيل. بطبيعه الحال كاين واحد الاشكال ملي كنقولوا هذا الشيء، كاين اللي كيبغي يركب على هذا الشيء ويقول اودي هذه الحكومه ويبدا كيشخشخ فيها. لا الله يهديكم، شويه ديال المعقول باش نتعلموا كلنا نعترفوا، والا الطريقه هذه راه هي ما خدامه شيء. وبالمناسبه ما غاديش نمشي انا لعند اسبانيا ونقول لهم ردوا لينا سبتهم ليليا. واش هذه دوله سايبه؟ هذه راه دوله عندها رئيس، الرئيس ديالها هو جلاله الملك. انا ما غنتكلمش في هذا الموضوع الا ما كانش جلاله الملك هو اللي قرر باش نتكلم فيه. انا كنعرف باللي اسبانيا عندها مصالح مع المغرب، وباللي هذه المصالح خاصة الدور ديالي هو ندافع على هذه المصالح. واما القضيه ديال سبتهم ليليا راه ما توقفاتش، ولكن غادي يجي الوقت ديالها في الوقت المناسب. والله يرحم الحسن الثاني اللي كان كيقول باللي ملي غادي يتحل المشكل ديال جبل طارق غيتحل المشكل ديال سبته وملي، ملي غادي يكون كذا غادي يكون كذا. هذا واحد المنطق، لانه ما نجيوش لسبته وملي حتى هي نديروا فيها المزايدات. راه حنا كنحشموا، خليونا نبقاو كنحشموا. هذه اسبانيا اليوم شريك اقتصادي اساسي، بعض المرات كيتجاوز فرنسا كيجي هو الاول، وفرنسا كذلك شريك اقتصادي اساسي، وعندهم كل وحدة عندهم مليون ديال المغاربة ولا أكثر، وبيننا وبينهم علاقات، والمغرب في وضعية معينة، واليوم الكونسوليد كيسوي الوضعية ديالو، إذا خصنا نزيدو نقويو هذه الوضعية هذه. والكلام الآن على هذا الشيء ما غيجيب حتى نتيجة، ما غيجيب حتى شي نتيجة، إذا غادي نتكلموا في هذا الشيء في الوقت اللي غيجيب نتيجة. أما إلا ما كانتش غادي تجي نتيجة غير باش نتسماو في الجرائد ديالنا، راه حنا تكلمنا هذه الرجلة هذه، إلا ما غاديش نمشي في الموضوع حتى للنهاية بلا ما نبقى نهضر الا غير الهضره. وكان لا، انا ما جايش لهنا باش نهضر ونتخلص على الهضره، انا جاي باش نخدم البلاد ماشي باش نتخلص على الهضره.
المسألة الثانية، من اللي كيتكلموا الإخوان على حقوق الإنسان، احنا صحيح احنا متفاهمين مع أوروبا وعندنا معهم الوضعية ديال الشريك المتقدم إلى آخره، ولكن رحنا دولة عربية إسلامية، ما غاديش نجيو وندخلوا معاهم صباط في كل شيء داكشي ديالهم. راه قلتها لهم ملي تيجيو لعندي تنقول لهم واش كتذكروا الحسن الثاني الله يرحمه ملي كتجيو كتكلموا معاه على حقوق الانسان كان ياخذ منهم ويرد عليهم. وهل بهذه الطريقه هذه اليوم انتم كتنعموا في الاستقرار وكتنعموا في الامن والطمانينه؟ لان الحسن الثاني الله يرحمه راه علينا كدوله عربيه اسلاميه عندها خصوصياتها ما يمكنش تمشي اكثر من القياس. وضربت لهم واحد المثال ملي كنضربوا لهم كيتاثروا كثيرا، قلت لهم الا جيتي دفعتي شي واحد شويه كيزيد، بالحق لا دفعتيه بزاف كيطيح. وردوا البال، الا بغيتيو المغرب تبقاو تجيو وتلقاوه دوله امنه ومستقره، خليوه يمشي المسائل ديالو ديال حقوق الانسان على قدر الامكانيات ديالو، على قدر المصالح ديالو، بالتقدير ديالو. حنا ماشي دوله اوروبيه، ما عمرنا نكون اوروبيين، حنا عندنا صفات ومواصفات، عندنا علاقات طيبة، بغينا علاقات طيبة، بغينا التعاون، بغينا كل شيء، ولكن بغينا كذلك نحافظوا على الخصوصية ديالنا. وإذا ما كانش يعني التصارع في هذا الاتجاه هذا حتى نوصلوا البلاد ديالنا الأمور غير محمودة العواقب. وأما الاتفاقيات الدولية، في الأغلبية ديال الاتفاقيات الدولية عندي بطاقة من السيد وزير العدل تيقول لي المغرب صادق حاليا على كافة الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان وصدق على اغلب البروتوكولات. تسمحوا لي الاخوان، وبزاف منكم عندكم السن ديالي، كتعرفوا المغرب كيفاش كان هذه 30 ولا 40 عام على مستوى حقوق الانسان. الانسان اللي قال كلمه، الا كتب شي حاجه في الحيط، الا عقلتيو على هذا الشيء كامل، هذا الشيء كله ما بقاش. عقلتيو على التعذيب، عقلتيو على واحد العدد ديال الامور. راه حنا كنتقدموا وكنتحسنوا، المهم ديالنا هو نستمروا في التقدم والتحسن ونديروا الديمقراطيه ديالنا اللي مناسبانا واللي بها نقدروا نكونوا دوله متقدمه، وما كيهمش الاخرين شي حاجه اخرى. اللي كيهمهم هو هذا، والا الا الانسان تسرع في هذا الشيء وبدا كيدير امور اللي ماشي هي هذيك، من بعد لا قدر الله كيجي الجواب، ولكن كيجيك الجواب في واحد الوقت متاخر، وياتيك بطريقه لا تجد معها حلا. وها نحن نرى امام اعيننا دولا بالامس القريب كانت تتشدق بحقوق الانسان والتقدميه والاشتراكيه وغيرها من الكلمات والبعثيه وغيرها، ها هي اليوم شدر مدر، نحن نراها امام اعيننا. فيخليونا نمشيو بالتي هي احسن. الحمد لله ان هذا المغرب كيمشيوه ملوك، الحمد لله معقلين وكيعرفوا اش كيديروا، لانه راه هذه امه دي مصائر ديال الشعوب، ماشي قضيه ديال نكونوا بخير مع الفرنساويين ولا مع الاسبان لوقت معين باش نستافدوا من الاستثمار ولا. المهم هو الاستمراريه، ان هذا الشيء هذا يبقى ثابت ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهما بنفسهم اليوم هما فرحانين بهذا الشيء اللي كنديروا، وتيجيو كيتنيو على المغرب، ونقول لك بصراحه جايين يتعلموا منه كيفاش يديروا هما في بعض المجالات في الدول ديالهم. اذا الان الاوان ان نرفع رؤوسنا، لان اليوم ولله الحمد نحن نموذج متميز. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس الحكومه. دعم سكان المناطق الوعرة تقدم به فريق العداله والتنميه في حدود دقيقتان طرح السؤال والتعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومه المحترم، ساكنة العالم القروي والمناطق النائية عموما، تكن لك حبا وتقديرا كبيرين. مقابل هذا الحب والتقدير، ماذا اعددت حكومتكم في اطار البرنامج الوطني للعالم القروي من اجراءات فعل يوم الموسى؟ وشكرا. الكلمة السيد رئيس الحكومة. نقطة نظام، السيد رئيس الحكومة كيطلب نقطة، إذا سمحتوا اسمح لي السيد الرئيس. السيد الرئيس، غير فقط نظرا لاعتبرنا وجود أسئلة حول وحدة الموضوع، نفس الموضوع، أعتقد أنه من الضروري أن نسمع الأسئلة وتكون إجابة السيد رئيس الحكومة دفعة واحدة. كون أن النظام الداخلي لا ينص على هذا الأمر، كنقول هذا لا يتعلق بسؤال واحد، بسؤال محوري، يتعلق الأمر بأربعة أسئلة، هذه أولاً. ثانياً، حتى في جلسة الأسئلة الأسبوعية ليس هناك في النظام الداخلي ما يشير الى اسئله ذات وحده الموضوع، وكنديروها دائما في يوم الثلاثاء، كتكون عده اسئله حول نفس الموضوع كنتبناها، لا يشير اليها النظام الداخلي. ثلاثه، هل الحكومه تعارض؟ اذا كان سيد رئيس الحكومه يعارض هذا الامر او يرى مانعا في ذلك ماشي مشكل، اما اذا كان قابلا هل هناك من متضرر من هذه العمليه؟ واش كاين الضرر اننا نطرحوا اسئله مجموعه ويجاوب السيد رئيس الحكومة دفعة واحدة؟ شكرا السيد رئيس.
كاين شي مانع؟ لا. سي نور الدين. عفوا السيد الرئيس، اذا كانت الاغلبيه يعني طرحت نفس الاسئله فهذا امر يهمها، ولكن اعتقد الاسئله المطروحه من طرفنا يعني لا تسير في هذا الاتجاه. شكرا. واذا سبقوا السؤال ديالنا وديروا اللي بغيتوا انتم. متفقين ان نطرح، لانه هي الاسئله مرتبه بحسب الفراق وحسب كذا، ومعنا السيد الرئيس وعارف بانه هذه المساله ما فيهاش شي وحده الموضوع. ياك السيد الرئيس طلبتوا مني وحده الموضوع كنقول لكم ما كايناش في النظام الداخلي، ولكن الا بغيتوا انا ما عندي مشكل. لا مع طرحوا أسئلة المعارضة ومن بعد نديروا تفضل سيد الرئيس. اسمح لي سيد الرئيس، هذا الشيء كان ممكن تيروه في ندوة الرؤساء ملي كنا كنهيئوا لهذا اللقاء. اليوم مطروحه واحد مجموعة ديال الأسئلة، يبقى الترتيب يبقى احنا بغينا يبقى الترتيب كيف هو، ما يبقى الترتيب كيف هو فيما يخص الأسئلة اللي احنا طرحناها. إذا كانوا شي سؤالين متتابعين ديال الأغلبية هذا شغالهم، ولكن حنا فيما يخص الأسئلة ديالنا تبقى في نفس الترتيب اللي حنا مهيئينه في ندوة الرؤساء. شكرا سيد الرئيس. تفضل السيد الرئيس. السيد الرئيس، لن أكرر بأنه النظام الداخلي يسمح بذلك، ثم أنه من حيث الأعراف والتقاليد هذا الشيء اللي سرنا عليه. كنسولوا المعنيين واش هما قابلين، واش الحكومه قابله. دابا تطرح الاشكال ديال الاسبقيه ديال المعارضه، حنا ما عندنا مانع السيد الرئيس ان المعارضه تسبق الاسئله ديالها، ونظرا لوحده الموضوع انه ناخروا الاسئله اللي حنا باغي. حنا كاغلبيه كنطلبوا هذا الطلب، حنا طلبناه، ما كيضر حد. لذلك ارجو السيد الرئيس انكم تتبنوا هذا المقترح. شكرا. إذن الأسئلة اللي كطرح الأغلبية، دعم نشوف دعم سكان المناطق الوعرة، فريق التجمع الوطني الأحرار السياسة الحكومية لتنمية الأقاليم الفقيرة، الفريق الحراكي أجرأت محاور التنمية القروية، الفريق التقدم الديمقراطي المبادرات الإجرائية المتخذة لفائدة المناطق الجبلية. وعلاش ما طرحتوش سؤال واحد؟ هو نفس الموضوع. لا إذن إذا سمحتوا لنا نعطيو المعارضة تطرح الأسئلة ديالها ونديروا وحدة الموضوع في الأخير. تيسيرا سيد الرئيس، إذن فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية. لا بلاتي بلاتي الأخت السيدة الرئيسة. إحنا قلنا بأنه الترتيب ديالنا يبقى هو هو في ال في ال ترتيب، كنهضر على الترتيب. ترتيب ما لأنه إذا كنا بغينا نعطيو الأغلبية تهضر مرة واحدة كان عليها تختار سؤال متفق عليه. ما الذي منعكم من الاتفاق حول سؤال معين؟ اما الان ديروا اربعه الاسئله ودوزوهم لنا جمله وتفصيلا، احنا ما احنا بغينا ناخذوا الترتيب ديالنا. اشتغل كيف بغيتي سيد الرئيس، ولكن الترتيب ديالنا يبقى في محله. اذن الاحتكام الى البرمجه. الاحتكام الى البرمجه، فريق العداله والتنميه دعم سكان المناطق الوعرة. طرح السؤال، الكلمة السيد رئيس الحكومة للإجابة عن السؤال. نعم السيد رئيس. أجمعتيهم أنت. الترتيب السيد الرئيس. قد متأخر. الجلسة ماشية مزيان، خليوها تمشي مزيانة. نعم.
صافي السيد الرئيس. تفضل السيد رئيس الحكومة، في حدود دقيقتين الجواب والتعقيب، تفضل. على المستوى الظرفي وخلال فصل الشتاء يتم اتخاذ إجراءات استعجالية تهم إمداد المناطق المعزولة بفعل تساقط الأمطار والثلوج بالمواد الغذائية والأغطية، بالإضافة إلى إسعاف المرضى وإقامة وحدات صحية متنقلة لتوفير خدمات القرب. على المستوى الهيكلي قامت الحكومة بالرفع من مخصصات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، إضافة إلى الموارد المخصصة مباشرة طرف القطاعات الحكومية المعنية. كما تمت مواصلة مجهودات توفير الخدمات الأساسية، حيث بلغت نسبة التزويد بالماء الشرب بالعالم القروي 94.5% نهاية 2014. ارتفع المعدل الوطني للكهرباء القروية إلى 99.04% سنة 2014، وهذا كله مصدر افتخار للمغرب عالميا. فاقت نسبة الولوج للطرق لدى الساكنة القروية 78% نهاية 2014. استفادت 162 جامعة قروية من مشاريع تطهير السائل بمبلغ 276 مليون درهم برسم 2012-2014. ومن أجل تيسير وتحسين عملية التنقل بالعالم القروي تم اعتماد دفاتر التحملات ابتداء من فاتح غشت 2012، وقد تم تسليم أزيد من 900 رخصة لفائدة الناقلين نقل المزدوج لتمكينهم من ممارسة نشاطهم في ظروف قانونية. شكرا. شكرا سيد رئيس. الكلمة لصاحب السؤال للتعقيب. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد رئيس الحكومة. الحديث عن المناطق الوعرة هو حديث عن الفطرية، حديث عن القيم، حديث عن العصامية، هو حديث لكن للأسف حديث عن رحلة الصيف بحثاً عن نقط الماء، حديث عن رحلة الشتاء بحثاً عن التدفئة، حديث عن معاناة مركبة للساكنة كاملة ولكن للمرأة خاصة، وهي تلد وهي تولد وهي تغادر قاعة المدرسة لتعاني من الهدر المدرسي. لا حديث عن الإعدادي بالنسبة للعالم القروي، هو حديث عن مستويات متعددة في قسم واحد، عن لا استقرار لا للطاقم الطبي ولا للطاقم التمدرس. سيد رئيس الحكومة لا نحملكم المسؤولية، نعتبر بأن هذا تراكم، ولكن أنتم أمل هذه الفئة. هذه المبالغ المرصودة من طرف حكومتكم لهذه المناطق تسائلنا عن غياب الوقع والأثر. أن الأوان سيد رئيس الحكومة لمتابعة مجموعة هذه المشاريع، أن الأوان سيد الحكومة لالتقائية هذه القطاعات العاملة أو التي تستهدف العالم القروي، أن الأوان للوقوف سيد الحكومة عن مكامن الخلل، عن منهجية الاشتغال في الغياب، عن هل الخلل في منهجية الاشتغال، هل الخلل في المتدخلين، هل الخلل في استقبال المواطنين. مجموعة من المشاريع سيد رئيس الحكومة لا زالت في البداية تاعها، أو في بعض الأحيان هناك مجموعة من المشاريع كتنطلق في مجموعة ديال الدواور، الشيء اللي ما كيخليش واحد النوع ديال الأثر بالنسبة للساكنة. الأولويات للمشاكل كثيرة والتحديات. شكرا سيدة النائبة. شكرا. هل من تعقيب سيد الرئيس؟ شكرا. هل من تعقيب سيد الرئيس؟ أنا الأخت قالت لك ما كنحملوكش المسؤولية، لا الأخت أنا كنتحمل المسؤولية. وغير طلبي الله يوم القيامة ما يكونش هذا الشيء قاصح بزاف. فهمتي؟ المشكل حقيقة حنا تنبذلوا مجهود كبير في هذا المجال. وهذا من المجالات اللي مأثرة فيا أنا كثير. ولكن فعلا المواطنين ما كيشعروش بالآثار بالشكل المطلوب. فكاين جوج الحوايج، من الجهة أنتم تذكروهم كيفاش كانت الأمور. لابد من شوية الإنصاف. سير راميد هو مورايا، هو من دكالة، كيعاود لي على الدكالة كيفاش كانت ملي كانت كيقرا هو وكيفاش هي اليوم. شكرا سير رئيس. شكرا. ولكن شكرا. زراعة الكيف، الفريق الاستقلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء، إخواني أخواتي، تعيش الله يخليكم شوية الهدوء سيد الرئيس وما تحسب لي شاتي. تعيش المناطق الشمالية المعروفة بزراعة الكيف مشاكل يومية عديدة مع مختلف السلطات، تصل أحيانا إلى درجة التوتر والحدة، وأحيانا أخرى إلى درجة المواجهة. هل فكرت الحكومة في فتح هذا الملف مع جميع الأطراف للخروج بالحلول الملائمة لهذه المعضلة، حفاظا على كرامة المواطنين وصيانة لحقوقهم أولا وأخيرا؟ وشكرا.
شكرا سيد رئيس. سيد رئيس الحكومة المحترم، في حدود 3 دقائق. تطرح زراعة القنب الهندي كيف بالأقاليم الشمالية للمملكة إشكاليات كبيرة ومترابطة قانونية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية، وبدلت السلطات العمومية وتبذل ولا تزال مجهودات مهمة لمكافحة هذه الزراعة، في نفس الوقت الذي تعمل على محاولة إيجاد خيارات بديلة للدفع بعجلة التنمية بهذه المناطق كخيار استراتيجي، بالرغم أنها لم تؤتي كل النتائج المنتظرة منها. وإذا كانت هنالك مقترحات من السادة النواب المحترمين فأنهم مستعدون لاستماعها. شكرا. شكرا سيد الرئيس. للتعقيب سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. زراعة الكيف هو ببلادنا أمر واقع شئنا أم أبينا. المقاربة الأمنية المعتمدة لم تأتي بنتائجها، بقات زراعة الكيف. فلذلك هذه المقاربة الأمنية المعتمدة الآن، سيد رئيس الحكومة هل تعلم عدد المبحوث عنهم؟ هناك من يتحدث على 80,000، وهناك من يتحدث على 70، وهناك من يتحدث على 30,000، وهناك من يتحدث على 20,000، وأنا أتحدث على ساكنة بأكملها في سراح المؤقت، لأن بوشاية بسيطة يمكن أن يزج بالشخص في سجني أو ضمن لائحة المبحوث عنهم. إذن فلذلك لا بد من التفكير، لا بد من التفكير في الحلول الملائمة. أولا لا بد من اعتماد مقاربة شمولية تنموية بهذه المناطق. مناطق لا زالت تعيش الفقر المذقع، ما زال ما كاينش طرق، ما زال ما كاينش مدارس، ما زال ما كاينش مستوصفات، ما زال ما كاينش، فقط أن هؤلاء البسطاء عبارهم على خماسة عند الآخرين، على الفقر المذقع في ذلك المناطق. فلذلك الفريق الاستقلالي بكل شجاعة قام بصياغة وإعداد مقترح قانون يرمي إلى تقنين وتصنيع وتسويق هذه العشبة التي يستخرج منها العجب العجاب من أدوية وعطور مواد صيدلية وصالحة لصناعات كثيرة ومختلفة، وكذلك من أجل اعتماد مصالحة حقيقية مع هذه المناطق. في هذا الظرف الآن أصبحت بعض الجهات تستغل هذه النبتة، هذه الفلاحة لأغراض سياسية محضة. الآن كيعيطوا للناس كيقولوا له أنت غادي نديروك إلى ترشحتي نديروك ضمن قائمة المبحوث عنهم. فلذلك هي بوابة للفساد والرشوة والابتزاز والاستغلال السياسوي. لا بد من أن نضع الحد لهذه المعضلة ولهذا الواقع المر. وكذلك لا بد من تفعيل مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي بحول العفو العام. هذا هي البوابة ديال المصالحة. شكرا سيد رئيس. الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقيب. سيد رئيس، اولا بغيت نعبر على واحد القضيه. المواطنين ديال هذه المناطق راهم مغاربه بحال المواطنين كاملين، وخصهم يحظاو بالدعم ديالنا والتعاطف ديالنا في كل ما يسوءهم. وراه كاين منهم اللي كيتردد عليا حتى انا السمدين، وانا متعاطف معاهم في كل ما يقع عليهم من ظلم. باش كل الامور يعني واضحه. اللي صعيب شنو هو؟ اللي صعيب هو اننا بعض المرات كنبداو نسمعوا شي كلام كنعرفوا باللي الناس اللي كيقولوه والجهات اللي كتحركوا كتمشي في ذاك الاتجاه اللي كتقول السي بديان، ديال الابتزاز مره اخرى ديال هاد الاشخاص بطرق مختلفه، وربما كان في المجال الامني عند بعض الاشخاص، ولكن اليوم انتقلنا للمجال السياسي. هذا اللي صعيب، وهذا اللي خصو يتوقف. ولهذا كنقول لها الساكنه ديال المناطق ما تسمعيش الاوهام. السياسه ديال الدوله لم تتغير في هذا المجال. كون ان هذه العشبه
نقنوها وهذا هذا ماشي مازال ماشي سياسه ديال الدوله، ومازال ما كاين حتى شي يقين بان هاد العشبه هذه غنقدروا نخرجوا منها يعني العطور ونخرجوا منها الادويه، لان هذيك النوع اللي كيصلح لهذا الشيء على حسب بعض الاحصائيات اللي شفت ما كيتجاوزش 2% من هذاك النوع. واما القضيه ديال الاشخاص اللي كطالبوا لهم يعني بـ 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 بالعفو، هذيك الاعداد ماشي صحيحه. ولكن مع ذلك احنا من الناحيه المبدئيه السيد وزير العدل راه كيقول بانه عنده اللي فات 4 سنين راه ما بقاش عند الحق باش تكون متابعه بالنسبه اليه. ولهذا انا اللي باغي اليوم ناكد عليه وان الحكومه تؤكد على ان تقليل زراعه القنب الهندي لا يمكن ان يشكل حلا لهذه الاشكاليات، كما ان الترويج لتقليل هذه الزراعه او الادعاء بتوفير حمايه لاصحابها خارج القانون هو فقط من قبيل بيع الوهم للسكان المعنيين والسعي الى تحقيق مكاسب ضيقه وزائله لا تنسجم مع المواقف الثابته للدوله المغربيه والتزاماتها الدوليه بمكافحه هذه الزراعه، ناهيك عن انها لا تتمم المجهود التنمويه المهمه التي عرفتها هذه المناطق، وخاصها تعرف يعرفوا الساكنه باللي احنا معاهم غنقلبوا على حلول تلقوهم بالمعقول من جهه الدوله الرسميه ماشي هاد المخلوقات الله اللي سلط علينا. شكرا. السياسه الحكوميه لتنميه الاقاليم الفقيره تقدم بفريق التجمع الوطني للاحرار في حدود دقيقتان. السيد رئيس الحكومه المحترم، تعاني مجموعه من الاقاليم الفقيره خصاصا كبيرا على مستوى بنيتها التحتيه والاستقباليه، فضلا عن غياب شبه تام لعدد من المرافق العموميه، ومما لا شك فيه ان هذا الخصاص يؤدي ليس فقط الى حرمان سكان الاقاليم الفقيره من الخدمات الاساسيه، بل يؤدي كذلك الى تنامي الياس والقلق لدى شرائح مختلفه. وامام هذا الخصاص تتزايد معاناه السكان وتتسع دائره التهميش، خاصة معاناة الشباب العاطل، معاناة النساء في وضعية الهشاشة، معاناة الفئات ذوي الحاجات الخاصة وغير ذلك من معاناة عدد من الفئات. صحيح أن الحكومة تبذل مجهودات جبارة للنهوض لهذه الأقاليم، وإن كنا في فريق تجمع الوطن الأحرار نتمن هذه المجهودات فإننا نأمل في مضاعفة الجهود لارتقاء بالأقاليم الفقيرة من أجل توفير شروط العيش الكريم لساكنتها، إسوة بما تنعم به الأقاليم الأخرى من رقي وازدهار. ويزداد أملنا في أفق اعتماد بلادنا للجهوية المتقدمة من خلال اعتماد سياسة حكومية مندمجة تكفل تطوير هذه الأقاليم وازدهارها بما يؤدي إلى تأهيلها ورفع الحيف عن ساكنتها. لذلك نسألكم سيد رئيس الحكومة حول التدابير التي تعتزمون اتخاذها للنهوض بالأقاليم الفقيرة ومعالجة اختلالاتها، وشكرا. شكرا سيد النائبة. الكلمة سيد رئيس الحكومة في حدود دقيقتين. على كل حال هذا سؤال كيشبه السؤال الآخر، وسبق لي أكدت على الأمور ديال الكهرباء وعلى التزويد بالماء الصالح للشرب، وأنا هذا الشيء هذا عشته هنا في هذا البرلمان، وتنقول لكم المغرب اليوم يمكن له يرفع الرأس دياله عاليا، وتيخص الناس ديال الناس اللي كيتصلوا بالناس ديال المناطق الفقيرة بعدا يخصهم ما ياخذوش منهم الفرحة ديالهم بالوجود في الحياة والاستفادة ديالهم من داك الشيء اللي عندهم وإن كان قليل. ولكن مع ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله تركز بالأساس على الأقاليم والجماعات الفقيرة، وفي هذا الإطار ينخرط برنامج التأهيل الترابي برسم الفترة 2011-2015 إلى فك العزلة وتقوية البنيات الأساسية المتعلقة ب 503 جماعة قروية تابعة ل 22 إقليم بتكلفة إجمالية تنايز 5 ملايير ديال الدرهم. خاص الناس ينتبهوا باللي واحد الوقت كان ملي كطيح الشتاء ما تيخرجش هذاك المواطن ولا ديك السيدة ما كتخرجش من الدوار، ما كتخرجش من السكن ديالها، اليوم الحمد لله كتلقى الطريق وكتخرج، دابا ما كتنتبهش، ولكن راه هذاك واحد الشيء مهم جدا. كما ان ارساء الجهويه المتقدمه والياتها الماليه المتمثله في صندوق التاهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات سيمكن من تدارك العجز والخصاص الذي تعيشه هذه المناطق. راه غنعطيو ان شاء الله الرحمن الرحيم على افق خمس سنوات الى 11 المليار ديال الدرهم للجهات، وديك الساعات المسؤولين على الجهات خصهم يكونوا في المستوى ويهتموا بفك العزله ويهتموا لانه ما كاينش من المشاكل ديالنا السيد الرئيس وهو العلاقه ديالنا شكون اللي غيربطها.
هذاك القرب، لانه اللي كاين تمايا في الباديه هو اللي كيعرف المشاكل، هو اللي يقدر يحل، ورحنا غادي للجهويه اللي هي شيء طبيعي بالنسبه الينا كمغاربه، وبها ان شاء الله نقدروا نحققوا اللي ما حققناش لحد الان. شكرا. تقييم العمل الحكومي بخصوص تعزيز نجاعه النفقات العموميه تقدم به فريق الاصاله والمعاصره، 2 دقيقتان و15 ثانيه. كلمه السيد. شكرا السيد رئيس. السيد رئيس الحكومه، نسألكم عن تقييمكم لحصيلة حكومتكم فيما يتعلق برفع من نجاعة النفقات العمومية، وشكرا. السيد رئيس الحكومة محترم. يكتسي ترشيد وفعالية النفقات والاستثمارات العمومية أهمية بالغة ضمن التوجهات العامة للسياسة الحكومية، ونذكر منها مواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى الضروري، ترشيد نفقات الاستثمار وربطها بالقدرة على الإنجاز، سريع وتيرة إنجاز ميزانية الاستثمار، مواصلة السياسة الإرادية للاستثمار العمومي لتحديث البنية التحتية وتسريع الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى القادرة خصوصا على التصدير وتوفير فرص الشغل. شكرا سيد رئيس. سيد النائب. شكرا السيد رئيس. سيد رئيس الحكومة، ما يمكنش نتكلموا على النجاعة في صف النفقات العموميه وحنا كنشوفوا اليوم كاين مجموعه من المشاريع يا اما كتوقف يا اما كتلغى، لان النجاعه اصلا هي تحديد برنامج واهداف وفي الاخير كيخصنا نتائج، هذيك النتائج ما كنلقاوهاش اليوم. هذا من جهه. انتم اليوم السيد رئيس الحكومه في مجموعه من المشاريع ديالكم بمجرد انه كتحسوا انه كاين ما كتحكموش في العجز، كتقوموا باجراءات اللي هي صعيبه وكيتحمل العواقب ديالها المواطن البسيط، وخاصة أننا كنتكلموا على مشاريع اللي هي اجتماعية واللي هي كتقيس المواطن مباشرة في الحياة اليومية ديالو. قمتوا بمجموعة من الإصلاحات، إصلاحات هيكلية حلتوا الأوراش، ولكن أنا كنعاود نرجع للهضرة اللي قلتي لنا قبيلة، ما يمكنناش نفتحوا ملفات ونخليوها مفتوحة، إلا ما نفتحوش هذه الملفات ونسدوها ما كايناش نحلوها. حليتوا التقاعد، المقاصة، المقاصة زبتوا فيه لأن الشعب هو اللي كيخلصوا. التقاعد فتحتوه. فتحتوا الحوار مع المجتمع المدني، فتحتوا سميتوا المأذونيات، المقاليع، القانون التنظيمي، القانون الماليه، هادشي كلشي فتحتوه، فين حنا اليوم منه؟ واش يمكننا نتكلموا على النجاعه؟ ما انا كنظن على ان خصنا نراجعوا راسنا في هذه المساله هذه. توزيع المجالي ديال الاستثمار العمومي حسب الجهات، هناك حيف كبير لان كتعطيو الامكانيات للمناطق اللي هي عندها المقومات ديالها، اما المناطق الفقيره كتزيدوا كتفقروها اليوم، اذا ما يمكنناش عاوتاني نتكلموا في المره الثانيه عاوتاني على 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 اذا ومن بعد هذا الشيء، كاين عندكم معضله اليوم كتخبطوا فيها، عندكم التزامات ديالكم مع الشعب والبرنامج الحكومي، عندكم ثاني مساله المؤسسات الدوليه اللي كيخصكم تحترموا الالتزامات ديالكم معها، وعندكم كذلك تحكم في بعض في بعض كالمديونيه كالعجز، اذا كيخصكم تخرجوا بواحد البرنامج اللي هو فيه مجموعه ديال الامور اللي غادي تناسب هذه الظرفيه اللي حنا كنعيشوها. شكرا شكرا السيد رئيس الحكومه. شكرا في مجال نائب. شكرا انتهى الوقت. كلمه السيد رئيس الحكومه. نعم السيد. سيد الرئيس، غير في اطار احترام جدول الاعمال اللي دوزناه في ندوه الرؤساء واللي طلبت به السيده الرئيسه، دابا ما احترمناهش. علاش؟ تم دمج جوج ديال الاسئله او حذف سؤال وتم التعقيب في السؤال الثاني، لانه المعايير المعتمده في توزيع الاستثمارات العموميه للجهات هذا ما تطرحش. لا السيد الرئيس وحدنا جدول الاعمال يعني. لا السيد الرئيس، كانوا طرحين جوج الاسئله وانا تدخلت عن السيده الرئيسه، حذفت سؤال وخلات سؤال واحد. ام فراسيش؟ ما فراسكش. ولكن ما دازش في ندوه الرؤساء. لا 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 داز. لا لا صافي داز داز. السيد الرئيس، السيد الرئيس علاش علاش كتقلب السيد الرئيس؟ ما تحتاجش. السيد الرئيس شتي اسمح لنا السيد رئيس الحكومه، تفضل السيد الرئيس تفضل. حنا كاين كيحسبنا واش عاودناكم؟ الساعة كتردوا انتوما دائما الحاجة بالعكس ديالها. كنا اتفقنا على سؤالين لكل نعم. فريق. نعم. تم الاتصال بي من طرف السيد الرئيس مساهمة في تيسير الأمور، تنازلنا عن سؤال.
فريق الاستقلال وخلينا سؤال لكل فريق اتحاد دستوري فكان وفريق. الأحرى بك سيد الرئيس أن تشكرنا على ما قمنا به ماشي أن توجه لنا الملاحظة. شكرا شكرا سيد رئيس الحكومة. المرة الماجية غنديروا السؤال لكل واحد. شكرا لا شكرا شكرا. لما الاخ السائل طرح الاشكاليات قال ودي درتيو المقاصة درتيو المقاليع درتيو لو كان الاخ الكريم ما درناش المقاصة كان ما عالجناش المقاصة اليوم غتكون كتسال المغرب 80 مليار ديال الدرهم اخرى منين غنجيبوها؟ بطبيعة الحال غنجيبوها من القروض على حساب اش؟ على حساب الحرية ديال القرار ديالنا على حساب إمكانية باش نوصلوا عاوتاني داكشي ديال التقويم الهيكلي على حساب وضع اللي يقدر يشبهنا لليونان. سمحوا لي ماشي ملي نديروا واحد الحاجة إيجابية أنا ما عندي مشكل قولوا للمغاربة أنتم إلا وصلتوا للحكومة غتردوا المقصة ونصفق لكم ماشي الإنسان يستفد من واحد الحاجة ويسكت عليها عارفها باللي في المصلحه ودابا كيعاير بها ما تجيش ما كتجيش. ولهذا التقاعد انا ما درتش التقاعد باش نضيق على الناس غادي نديره ان شاء الله الرحمن الرحيم في اقرب الاجال ولا بغى الله قبل ما يخرج هذا الشهر المبارك باش نقدوا التقاعد ديال الناس في المستقبل. الا قلتي لي كنتخبط ماشي كنتخبط ولكن كنعالج الملفات في اطار الصعوبه اللي كاينه طبعا ملي كندير واحد القضيه بحال المأذونيات ما كنلقاش نفس التيسير لانه كاين اطراف اخرى كتضرر وكتلقى جهات سياسيه اللي كتدافع عليها وكتجي كتوقف في الوجه ديالي. هذه راه بلاد كتمشى بواحد النوع ديال الكونسنسوس بغيتي ولا كرهتي. شكرا سيد الرئيس. في التزامات الحكومه للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطه تقدم به الفريق الاشتراكي دقيقه وعشر ثواني. سي العبودي. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة المحترم، ماذا فعلت الحكومة في مجال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ شكرا. شكرا سيد الرئيس. هذه الحكومة خصصت 20% من الصفقات العمومية لصالح هذه المقاولات. ما كاينش اللي يدي شي صفقة كبيرة إلا ما خصش 20% فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة. هذه الحكومة تفعل تطبيق نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية. هذه الحكومة أعطت الأسبقية لهذه المقاولات في معالجة الدين المتراكم من الضريبة على القيمة المضافة البيطوار جوج ديال الملاير ديال الدرهم وفي السنوات المقبلة على ثلاث سنوات سبعة الملاير ديال الدرهم اللي كيمكن لهم هما يستفدوا منها من الآن من خلال الأبناك. هذه الحكومة خفضت الضرائب على الأرباح إلى 10% بالنسبة للمقاولات التي تحقق أقل من 300 ألف درهم ديال الأرباح اللي عنده أقل من 30 مليون كيخلص فقط 10%. هذه الحكومة تواصل برنامج امتياز للمشاريع التنموية المنجزة من طرف هذه المقاولات بمنحه نسبة تبلغ 20% من الاستثمار الإجمالي في حدود 5 مليون ديال الدرهم. هذه الحكومة تواصل برنامج مساندة لمشاريع تحسين إنتاجية المقاولة باعتماد الخبرة التقنية وأنظمة المعلومات رصد 1.2 مليار درهم لبرنامج امتياز ومساندة برسم 2013-2015. شكرا سيد الرئيس. الكلمة للتعقيب سيد نائب. شكرا سيد رئيس الحكومة. هادشي اللي قلتو مزيان ولكن ذكروا بصراحة وبواقع. قلتو الصفقات والإخوان كلهم والأخوات كيعرفوا على أن المقاولات اليوم في المغرب كلها كتشتكي وحنا في رمضان كاين اللي دوز الحبس راه في السجن. المقاولات ما تخلصوش وجل المقاولات ما تخلصوش في المغرب. كاين مقاولة السيد رئيس الحكومة المحترم اليوم كيتبع رزقهم كاين اليوم حاليا راه الناس معتصمين علاش لأن ما بقاتش عندهم ثقة في الدولة. كاين المشكل ديال أن الحكومة الحالية أنها ما استطعتش تلقى حلول إيجابية ومشجعة فيما يخص التمويل فيما يخص الضريبة. راه كاين مقاولات تظلم
وكاين ملزمين يظلمون والحكومه بامكانها تحل هذه المعضله ولكن ما تحلتش. كاين كذلك المحيط ديال الاستثمار ديال المقاوله في المغرب مازال بطيء وبامكان الحكومه انها تقوم بهذا الدور. لذا السيد رئيس الحكومه كل نجم حنا كنعاونوا حنا معاكم ولكن لايجاد حلول. ما يمكنش مقاول ما يبقاش يثق في البلاد. المقاوله اليوم حنا في هذا الواقع هذا ان ما بقاوش يثقوا. كتقول السيد هذا شكرا السيد النائب. بضعف الانتاج التشريعي الفريق الاشتراكي في حدود دقيقة وعشر ثواني. سيدة رئيس نسائلكم عن بطء وضعف التشريع ونسائلكم أيضا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل رفع من وتيرة هذا التشريع وشكرا. شكرا الكلمة السيد رئيس الحكومة. دقيقة وعشر ثواني. ضعف التشريع. ما عمرك شتي ضعف الوقت. واش دقيقة دقيقة كتعطينا دقيقة قل له ما كاينش الضعف وصافي. هذه أول مرة هنالك مخطط تشريعي دارته الحكومة وخرجته للمواطنين كتشوفوه على أساسه السيد النائب المحترم يمكن لك تحاسبنا. ويميز هذا المخطط بين مشاريع النصوص والإجراءات الهادفة إلى تنزيل الدستور بعين مشروع إجراء مشروع وإجراء وبين مشاريع القوانين اللازمة لتنفيذ السياسات القطاعية 203 مشروع قانون. وقد بلغ عدد مشاريع القوانين التي توصلت بها الأمان العام للحكومة من القطاعات الوزارية في إطار تنفيذ المخطط التشريعي 137 مشروعا. وتم إعداد 21 مشروع قانون تنظيمي منها 4 في الحكومة السابقة اسمع مزيان و17 مشروعا في ظل الحكومة الحالية. يضاف إليها 4 مشاريع لتعديل قوانين تنظيمية قائمة جزئيا فيما 5 مشاريع قوانين تنظيمية في طور الإعداد. كما وبهذا سنكون قد انتهينا من القوانين التنظيميه المنصوص عليها في الدستور. كما تم اعداد مشاريع القوانين المتعلقه بسبعه من اصل 10 مؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 الى 170 للدستور. واجمالا وصل عدد مشاريع القوانين المصادق عليها في ظل الحكومه الحاليه 418 مشروعا منها 281 مشاريع قوانين عاديه جوج قانوني اطار و135 مشاريع قوانين تقضي بالمصادقه على اتفاقيات دوليه. شكرا سيد الرئيس. شكرا ركن انا سيدا سيدا رئيس الحكومه سي نور الدين على اكثر من هذا العدل. ايوا تفضل سي سيد النائب. سيدا رئيس الحكومه على هذا المخطط التشريعي بغينا نسالكم لانه لما نزلته قلت هللت له وقلت بانه انجاز كبير الحكومه لاول ما غتحط المشروع ولكن حنا النصف ديالو باقي ما شفناش. الا كنتو كتهضروا على شي حاجه في دواليب الحكومه فهنا بنسل ما توصلنا بوالو. بالعكس انه اللي عندنا في التشريع حاليا هاد 234 نص اللي تم المصادقه عليه 99 منهم اتفاقيات يعني 43% اتفاقيات ما ممكنش نضخموا رقم غير هكاك. وعلى هذا الاساس المعارضه جات مجموعه ديال المقترحات قوانين فالحكومه ما نزلاتش المخطط التشريعي وما كتعاملش ايضا مع المقترحات المعارضه. في الفائق الاشتراكي عندنا 38 مقترح قانون تهم الحياه اليوميه للمواطنين ومع ذلك ان الحكومه لم تتجاوب معنا ثلاثه اللي دازوا ما يمكنش غادي نديروا. فالان خص الحكومه تقول بانها عاجزه على انزال المشاريع ديالها وعلى التعامل ايضا مع المقترحات ديال الفرق النيابيه وتقرب المسؤوليه ديالها. ما يمكنش نهضروا على ارقام في الوقيته اللي حنا شكرا شكرا سيد النائب. شكرا شكرا سيد النائب. ننتقل الحركي اجرات محاور التنميه القرويه في حدود ثلاث دقائق. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. اليوم السيد رئيس الحكومة الفريق الحركي كله طموح وأمل لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. نسائلكم ماذا وفرت ماذا حققت وماذا أنجزت الحكومة الحالية الموقرة لفائدة العالم القروي. الكلمة السيد رئيس الحكومة ثلاث دقائق. بالإضافة إلى المجهودات التي تمت الإشارة إليها سابقا في مجال الخدمات الأساسية اعتمدت بلادنا كما تعلمون مخطط المغرب الأخضر الذي يقوم على دعامتين أساسيتين تهم الأولى الفلاحة العصرية وتهم الثانية الفلاحة التضامنية التي تخص صغار الفلاحين. وسخرت الحكومة الدعم والموارد اللازمة لتحقيق أهداف هذا المخطط وعملت على تسريع وتيرة إنجازه مما مكن من تحقيق نتائج مهمة
سيد الرئيس راه بزاف ديال المجالات ولينا عندنا فيها وفرة في الانتاج كنلقاو صعوبه باش نسوقوها. فبخصوص الفلاحه التضامنيه يتم حاليا تنفيذ نحو 542 مشروعا فلاحيا، اي 90% من المشاريع الممرمجه في افق 2020 بغلاف قدره 14.67 مليار درهم على مساحه تتجاوز 784 الف هكتار لفائده اكثر من 771 الف مستفيد. وقد اسفر انجاز هذه المشاريع الى غايه اواخر فبراير 2015 ما يلي غرس نحو 252 الف هكتار تهم حوالي 20 سلسله انتاج، سلسله انتاج بحال الزيتون مثلا، بناء 188 وحده للتمين المنتوج تهم وحدات استخلاص زيت الزيتون ومحطات التنقيه والتلفيف ومراكز جمع الحليب، الاعداد الهيدروفلاحي على مساحه 75266 هكتار همت بناء وصيانه السواقي والحواجز الوقائيه والخطارات والابار ونقط الماء، تحسين المراعي على مساحه 10950 هكتار، احداث 351 نقطه لتجميع المياه. الا فاطمه، راه هذا المغرب اليوم كيعيش ثوره فلاحيه، ثوره فلاحيه طبعا ماشي كلشي كيتوصل بنفس النتائج ديالها وماشي دائما فورا، خاصنا نصبروا واحد شي شويه ونقولوا لخوتنا الفلاح يصبروا ونعاونهم شي شويه باش يصبروا. شكرا. شكرا. الكلمه للسيده النائبه المحترمه السيده الرئيسه. سيد رئيس الحكومة المحترم، نشكركم على المعطيات والتوضيحات الذي جاء بها جوابكم، ونحن في الفريق الحركي نثمن المجهودات التي تبذلها الحكومة للنهوض بالتنمية في جميع المجالات لفائدة العالم القروي. وأنا متفقة معكم السيد رئيس الحكومة، نخص بالذكر التنمية الفلاحية كمدخل أساس للتنمية القروية الشمولية. وفي هذا الصدد نهنئكم ونهنئ الحكومة بكامل مكوناتها على الدور الطلائعي لمخطط المغرب الأخضر الذي أصبح يحظى بثقة العديد من الشركاء على الصعيد الدولي بفعل التخطيط والتنظيم المحكمين لسلاسل الإنتاج والتجميع والتوزيع، وكذلك النتائج الملموسة التي حققها بالعديد من المشاريع النموذجية، حيث أصبح المغرب يصدر الخبرة والتجربة خاصة في إطار تعاون جنوب جنوب. واليوم احنا نفخر اللي كنسمعوا الغابون الأخضر، لو غابون فيغ. لكن السيد رئيس الحكومة، أنتم وحكومتكم مطالبون ببذل مجهود أكبر لمحاربة الفقر والبطالة والأمية وفك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية بالوسط القروي والبوادي، وكذلك الحفاظ على الموروث الثقافي في البوادي والمحافظة على البيئة، حيث أصبحت البوادي مطارح للنفايات الصلبة وجلب الاستثمار. أنتم مطالبون بجلب الاستثمار في الوسط القروي، لأن العقار الذي أصبح منقرضاً في الوسط الحضري هو لا زال موفوراً وبوفرة كبيرة في البادية وفي الوسط القروي. ولبلوغ هذا المنال نقترح عليكم بعض الاقتراحات في الفريق الحركي، ألا وهي سن استراتيجية جديدة بمقاربة مندمجة. اليوم السيد رئيس الحكومة، القطاع ديال النقل والتجهيز كيدير الطرقان، القطاع ديال التعليم كيدير المدارس، بغيناكم ديروا واحد المقاربة مندمجة حتى يعني نتغلب على العقبات وعلى الإكراهات. وكذلك نقترح عليكم إعادة النظر في تدبير الصندوق التنمية القروية والرفع من الميزانية المخصصة له. كذلك نطالبكم بتأطير وتعزيز دور الجمعيات والتعاونيات بالعالم القروي. شكرا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد رئيس الحكومة. تعقيب، باقي لك واحد دقيقة تقريبا. لا، ما عندي ما نقول، كلشي اللي قلتي انا متفق معك عليه، ولكن غنتكلم على جوج النقاط. الاولى اللجنة بين الوزارية فعلا، لانه كل قطاع عنده برنامج ديالو،
واللي جينا لقينا لحد الان وان هذه القطاعات هذه ما كتنسقش بيناتها، اذا خصنا واحد اللجنه اللي غادي، وهذا الشيء هذا راه حنا اسسناه ولكن باقي ما اجتمعت بكل صراحه وبكل وضوح. المساله الثانيه هي المجتمع المدني. مع الاسف الشديد التجارب اللي دارت ديال التعاونيات ماشي كلها نجحت، راه هذاك الفشل تنقولها للناس اللي كيسيروا التعاونيات اتقوا الله، راه كل تعاونيه كيفشلوها بسبب تلاعبات راها كتوجه واحد الضربه قاسيه للمجال القروي، لانه حنا باش نعطيو الفلوس حنا موجودين، باش نعملوا التاطير حنا موجودين، ولكن ما يمكنناش نتبعوا الفلاحه واحد واحد، خاص الفلاحه يتفقوا يبداو يجمعوا الحليب يجمعوا الكرموس يجمعوا المسائل ديالهم ويديروا الوسائل ديال التصوير وغيرها، حنا نساعدوهم وان خصهم ما يكونوا معقولين، والحمد لله كاين ناس معقولين ولكن بغينا كل شيء يكون معقول. هذا مجال خصو يكون كيتعاقب بطريقه خطيره جدا لان مصيبه لا قدر الله. شكرا سيد الرئيس. السياسه العامه للفريق الاتحاد الدستوري ويتعلق بالسياسه العامه المتبعه لتامين الحق في الولوج للخدمات الصحيه، تفضل سيد الرئيس. الوقت سيد الرئيس، الوقت سيد الرئيس راه بدا الوقت بلاتي. يلا سيد الرئيس تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومه المحترم، سؤالنا في الفريق الدستوري يتمحور حول السياسه العامه يعني لتامين الحق في الولوج الى الصحه. شكرا. سيد رئيس الحكومه المحترم. وإذا كان شي مجال تتفتخر به هذه الحكومة الحمد لله راه هو هذا المجال. الرامض 8 المليون ديال المستفيدين. التغطية الصحية للطلبة مطلب ديال الطلبة من أيام الاتحاد الوطني للطلبة القديم. غتبدا الاستفادة منه السنة الدراسية القادمة إن شاء الله. كل الطلبة ما عدا بدون أي مساهمة حيت عندهم حتى 100 درهم باش يتسجلوا حيتهم. التغطية الصحية للمستقلين غادي تبدا. راه هما كيدرسوها الاخوان. تخفيض سعر 2000 دواء. هذا بعد هذا الكلام قبل ما نجيو حنا راه كان لا يوجد اصلا بين 20 و80%. كاين الدواء اللي لقيناه كيسوى 4000 ريال كيتباع ب 4000 درهم. رفع الميزانيه الخاصه باقتناء الادويه ليصل 2 مليار و400 مليون درهم. ادراج 60 دواء جديد للامراض المزمنه ضمن قائمه الادويه المقبول استرجاع مصاريفها. تشغيل 26 مستشفى جديد. منها 3 مراكز استشفائية جامعية. تشغيل 74 مؤسسة صحية خلال الثلاث سنوات الماضية. 55 مشروع استشفائي في طور الإنجاز. اقتناء 4 مروحيات طبية. هذا بوحده خاص ما نعرف شنو يديروا الأحزاب السياسية يصيفطوا تهاني لهذه الحكومة. 4 ديال المروحيات كتمشي تخرج العيالات اللي غيولدوا في الدوار ومهددات بالوفاة كتخرجهم وديهم للمستشفيات ديال الدولة، وشي مرات كنجيبوا الميت من الثلج مسكين باش ما ياكلوش الوحوش. إحداث وتشغيل 40 وحدة للمستعجلات. اقتناء 226 سيارة إسعاف مجهزة لي زومبيلونس المجهزين، وكل واحد كيعرف شنو هي التكلفة العالية ديال هاد لي زومبيلونس. تشغيل المستشفى المتنقل لهاد الأيامات هادي كيتسرى في المغرب، أكثر من 8500 منصب خلال 3 سنوات دون احتساب المناصب المخصصة للمراكز الاستشفائية الجامعية. مازال ما وصلناش لذاك الشيء اللي بغينا، هذا صحيح، ولكن هذا مجال نقدروا نعتزوا به عاليا في هذه الحكومة. شكرا سيد رئيس. الكلمة للسيد النائب المحترم للتعقيب. شكرا سيد رئيس. سيد رئيس الحكومة، للأسف هذا الحق اللي هو حق دستوري وحق من حقوق الإنسان لا زالت فيها عريضة مهضومة للحق ديالها من الاستفادة من الحق في الولوج للصحة. سيد رئيس الحكومة، كاين عشرات ديال المستوصفات والمراكز الصحيه في المناطق النائيه ما زالت مغلقه، وجل المستوصفات اللي محلوله تبعد الكيلومترات عن الساكنه، وكذلك جلها لا تلبي اكثر من 25% من الادويه والمستلزمات الطبيه. سيد رئيس الحكومه، انا طبيب وولد القطاع ونعرف القطاع جيدا، وزيد هضيف على هذا السيد رئيس الحكومه نظام المساعده الطبيه اللي يحتاج حاليا الى مساعده ويحتاج الى تدخل منكم سيد رئيس الحكومه، لانه راه يعرفوا حل واحد الفشل، ويعرف والحكومه فشلت في تنزيل ما كان منتظرا بنظام المساعده الطبيه. والمواطن بهذيك البطاقه ديالو للاسف من يمشي للمستشفيات العموميه يصطدم ب مواعيد تفوق سنه، يصطدم بسير ديال الراديو برا، يصطدم بالادويه ما كانش، يصطدم بيبي. وبالتالي سيد رئيس الحكومه، نحن في فريقنا نقترح عليكم دعموا، زيدوا رفعوا من الميزانيه ديال وزاره الصحه اولا، دعموا القطاع العام،
لان القطاع العباشي نفس القطاع الخاص ويبقى هو الملجأ الاول والاخير بالنسبه للفئه المعوزه. ثالثا حلوا المشاكل ديال الرميض، ورابعا جسدوا على ارض الواقع السيد رئيس الحكومه الشراكه اللي كان بين القطاع العام والقطاع الخاص، لان كاينه في الورق ولكن على ارض الواقع السيد رئيس الحكومه ما كايناش، واللي غادي يستافد لا القطاع العام ويستافد القطاع الخاص ويستافد كذلك هذاك المريض اللي هو الحلقه الضعيفه في ثلاثه ديال فهاد السلسله. السيد رئيس الحكومه بهاد ولا كان شي نقطه نركزوا عليها هي السيد رئيس الحكومه وجدوا الحل لنظام المساعده الطبيه وشكرا. شكرا السيد نائب محترم. شي 10 ثواني السيد الرئيس. غادي نرفعوا ان شاء الله من الميزانيه ديال وزاره الصحه على مستوى المستشفيات المحليه والاقليميه. والقضيه ديال الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام رحنا اللي درناها وغنمشيو فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم. والرميد راه كيقدم خدمات كبيره ولكن اللي با بارفي، هذه هي الحقيقه. شكرا. المبادرات الاجرائيه المتخذه لفائده المناطق الجبليه تقدم به فريق التقدم الديمقراطي في حدود دقيقتين. تفضل السيد النائب. شكرا. السيد رئيس الحكومه، السيدات والساده الوزراء المحترمين، السيدات والساده النواب المحترمين، السيد رئيس الحكومه، سؤالنا اليوم ما هي الاجراءات التي ستتخذونها ازاء المناطق الجبليه؟ شكرا. السيد رئيس الحكومه. هي السيد الرئيس ان داك الشيء اللي كنشكيو منه في الحكومه ما دايرينش اللجنه البين الوزاريه باش تنسق الاعمال ديال المتدخلين. مع الاسف حتى هذه الاسئله حتى هي فرقناها، ها الجبليه ها الفقيره، راه هذا سؤال واحد وخصو جواب واحد. ولهذا احنا اللي كنقولوا بالاضافه لداك الشيء اللي قلناه من الماء والمجهودات اللي بذلناها والكهرباء والخدمات الاجتماعيه وانجاز مشاريع محليه مندمجه للتنميه وانجاز مشاريع كبرى مهيكله، حظيت المناطق الجبليه بالاولويه في مشروع الاشجار المثمره لبرنامج الالفيه بالمغرب، تحسين دخل صغار الفلاحين في المناطق الجبليه الواحات لفائده 125 الف فلاح بغلاف مالي يقدر ب 2.8 مليار ديال الدرهم. كما تم وضع برنامج لتنميه سلاسل الانتاج في المناطق الجبليه ومنها مشروع اقليم الحوز، وتزال لفائده 214 الف فلاح ب 410 مليون درهم، بالاضافه الى استصلاح وعصران شبكه الري الصغير والمتوسط على صعيد مناطق والمناطق الجبليه على مساحه 17 الف هكتار برسم 2013. ويتم العمل حاليا على اعداد برنامج للتنميه القرويه المندمجه على مستوى 8 اقاليم تتضمن مناطق جبليه بني ملال ازيلال خنيفره ميدلت افران تونات شيشاوا والحوز. شكرا. شكرا سيد رئيس. كلمه للسيد نائب محترم. نشكركم سيد رئيس الحكومه على المعطيات التي تفضلتم بها، ونقول لكم ان المكانه الاستراتيجيه لمناطق الجبليه تفرض عليكم ان تولوها مزيدا من العنايه انسجاما مع ما التزمتم به في البرنامج الحكومي. ان الخصائص المسجل في مناطق الجبليه يظل بينا، لذا ندعو الحكومه الى بلوره مخططه تنمويه متكامله تهم هذه المناطق وخلق وكاله متخصصه لتنفيذ ومتابعه مشاريع التنميه. وهنا لابد من التذكير بمقترح قانون سبق ان تقدم به فريقنا في الغرفه الثانيه ويتعلق بالمناطق الجبليه والذي لم يرى النور لحد الساعه. كما ندعو الى تجميع مختلف الاستراتيجيات القطاعيه التي لها علاقه بالمناطق الجبليه في اطار سياسه موحده، ونطالب بتفعيل المجلس الاعلى لاعداد التراب الوطني الذي لم يشتغل منذ اكثر من 10 سنوات. وفي السياق لا بد من العمل على مواجهه مظاهر الهشاشه والعجز الاجتماعي وسياده الفقر وغياب ابسط شروط العيش الكريم من خلال ضمان الولوج الى الماء والكهرباء وفتح الطرق والمسالك وبناء المؤسسات التعليميه والداخليات والمراكز الصحيه وتوفير شبكه اتصالات ومختلف الخدمات العموميه بشكل يستجيب لمتطلبات الحياه الصعبه بهذه المناطق. وشكرا سيد رئيس. شكرا سيد نائب سيد رئيس الحكومه. هو بقي نفس المشكل السيد رئيس، وانه هذاك الشيء اللي تنديروه الحمد لله مهم ولكن ما كافيش، هذه هي الحقيقه. ولكن اللي مشى المعرض الفلاحي اللي كنديروه في مكناس كل سنه وشاف التقدم اللي تحدث فيه سنه بعد سنه، وهذاك الجوائز اللي كنعطيو للناس على المنتوجات الجيده اللي كيديروها
والتقدم اللي كيديروا كيفهم بلي الامور تتقدم في البلاد، ولكن باقي ما وصلناش لذاك الشيء اللي كان اللي كان اللي كان اللي كنتمناو. وحنا كنقولوا للساده النواب استمروا في المضايقه ديالنا، لانه راه الحكومه يعني الا ما لقيتيش اللي غادي يبقى يذكرك راه الدواهي كل وحده كتنسيك في الاخرى، ما بقيتي عرفتي راسك اشنو كدير. شكرا لكم. شكرا لكم.